مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده من بوكس تو بوكس. اكيد الاحداث النهارده بتتلاحق فيما يخص الشان الفلسطيني والحصار الغاشم من عدو غاشم على اهالينا في غزه. والنهارده السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي في كلامه مع المستشار الالماني كان واضح وصريح، وزي ما بقول لكم الدولة المصرية موقفها واضح وصريح، والرئيس بيتكلم من منطلق قوة ومن منطلق دولة رائدة وقائدة وتجعل من القضية الفلسطينية هدف رئيسي وشأن مصري. واتكلم الرئيس بكل صراحة وقال لك فكرة تهجير إخواننا الفلسطينيين لسيناء دي فكرة غير قابلة للتنفيذ ومنعدمة بالنسبة لنا او للاردن، للضفة في الاردن او عندنا في سيناء، وانه ازاي بنتكلم في حل القضية وانشاء دولة فلسطينية، دولة بدون شعب لن يحدث ولن يتمركزوا في سيناء. فلسطين للفلسطينيين وسيناء للمصريين. الرئيس كان كلامه واضح، والرئيس النهاردة الرسائل مهمة جدا جدا جدا، والحقيقة تضامن الشعب المصري كله مع كلمة الرئيس، كانت كلمة كل مواطن مصري، يعني لسان حال كل مواطن مصري كان هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل واحد فينا اللي عايز يقوله قاله الرئيس النهاردة للعالم كله، خصوصا العالم الغربي اللي بيخادع وبيكذب وبيستخدم الميديا للأسف في غير محلها. وشفنا قنوات كبيرة بتضحك على العالم، ووصل فجرها الإعلامي مش انها تنقل أحداث حتى بالغلط، بل بتمهد للمجازر الصهيونية اللي بتحصل في غزة، وآخر المستشفى الأهلي المعمداني اللي في غزة، وقصف المستشفى سبقه تقرير للبي بي سي بيتساءل فيه هو في أنفاق تحت المستشفى ولا لأ، وان في ارهابيين في المستشفى ولا لا، ثم بدا القصف. وزي ما السي ان ان اتكلمت عن 30 طفل اسرائيلي ماتوا بوحشيه وصور مفبركه، ثم اعتذرت. الات اعلاميه تحولت لالات مخابراتيه غربيه. وعلى فكره انا اسعد الناس بكشف الاعلام الغربي وبكشف الموقف الغربي قدامنا كلنا، لان دايما بقول ان في ناس بتظن ان اللي بيقوله الغرب هو الصح وان الاعلام الغربي هو المصداقيه. بالعكس، اكتر اعلام مضلل هو الغربي. وتعال بصوا على كل الهيئات الدوليه وكل المنظمات الدوليه والمحاكم الجنائيه الدوليه، ولا حد قال بم. فين الامم المتحده وفين المنظمات حقوق الانسان وفين الاتحاد الاوروبي اللي كان بيطلع يدين اي حاجه عندنا هنا في مصر في تقرير قد كده؟ هم فين من المجازر اللي العدو الصهيوني بيعملها في غزه؟ ولا حد بنطق. ده الرئيس الامريكي شفت له لقاء من سنين، من عشرات السنين، وراجل كبير في السن يعني، اتكلم فيه وقال ان انشاء دوله اسرائيليه في الشرق الاوسط ده مشروع كبير لامريكا. ليه؟ عشان يفضل الشرق الاوسط ملتهب ويبقى سبب الالتهاب، سبب داعي جدا للامريكان والغرب بالتواجد عندنا في المنطقه لنسف وسف ونهب ثروات الشرق الاوسط طول الوقت. فبالنسبه لهم ده تارجت. النهارده تواجد في عندهم الرئيس الامريكي وقال تصريح غريب جدا، ان هو عارف ان القصف، ان انتم ما قصفتوش المستشفى، لا ده كانت القصف ده جاي من حماس ومن الفلسطينيين. قمة الخداع للمجتمع الغربي وللرأي العام الغربي المضلل بإعلام غربي كاذب وإعلام غربي مخادع. وأنا بطلب بصفة الإعلامية وبصفة النيابية وبصفة الصحفية والمهنية وبصفة الإنسانية، كل مؤسسات الإعلام المصري
تلفزيون، صحافة، راديو، انترنت، سوشيال ميديا، والعربي بإدانة الإعلام الغربي بوضوح بل بوضع وشاح أسود، وشاح أسود بعد الحداد اللي احنا عاملينه عن أشقائنا وشهدائنا في فلسطين، نعمل حداد على الإعلام الغربي وكذب الإعلام الغربي. الحقيقة المشهد مروع ومزري وضد كل المشاعر، المشاعر حتى الإنسانية. النهاردة في إرهاب غربي بيستخدم على أي حد يتعاطف مع الفلسطينيين. هات لعيب كرة يتعاطف أو ينشر حاجة بره، نادي استغنى عنه، فنان، أي رياضي، أي يعني نجم مجتمع بيهدد. يا راجل جرب تكتب على صفحتك هتلاقي الريتش بيقل، الانتشار يعني بيقل وبيضيع، ويحاسبك ويحذرك ويقفلك على السوشيال ميديا كلها. هو في كده؟ هو في الدنيا كده؟ بس سقطت كل اوراق التوت من على اجساد زعماء الغرب كلهم بلا استثناء وبوضوح، عشان تعرفوا ان المعيار اللي طول الوقت بيخاطبونا بيه هم كدابين ما بيعملوش بيه. هو مصالحهم فين؟ هم مصالحهم فين؟ للاسف في بعض الدول العربيه انجرفت للتعامل مع هذا الكيان الصهيوني في الفتره الاخيره والسنين الاخيره، وكان ده في العلن ومبسوطين. بقول لهم النتيجه اهي، وفي دور جاي، وفي دور ان لم يتكاتف العرب، الامه العربيه والامه الاسلاميه، هيبقى في دور جاي. ولينا مشهد قدامنا من العراق لسوريا لليبيا للسودان لليمن للبنان، دي كل دي دول، لليمن، كل دي دول بتنهار او انهارت بدعوة حقوق الانسان والضحك على الناس والاعلام الغربي الكذاب والمخادع، واخيرا في فلسطين. احنا مستنيين ايه؟ العرب، الناس كانت فاكرة الغرب في ظل المخطط اللي بتجهز من فترة، سيبك ان هم بيدافعوا عن نفسهم، لا كل ده كذب واونطة. يعني حملة الطائرات اللي جاية دي من امريكا بهذا الحجم، كام، 70 طيارة، عليها كل ده جاي عشان خاطر 300 حاجة و60 متر كيلومتر في غزة لناس عزل، ولا في حاجة في الدماغ؟ ولا في حاجة في الدماغ؟ ده سؤال بنردده لعلنا نتعظ. مصر دولة قوية ودولة قائدة، ولازم كل اخواتنا في الدول العربية واشقائنا العرب يتحدوا بقيادة مصر لمواجهة هذا العدوان الغاشم. وعندنا قائد قوي ورجل عسكري وما بيهزرش في المواقف دي. ممكن يهزر معانا لما نكلمه على ارتفاع الاسعار، ممكن يهزر معانا لما نكلمه على مشروعات، ممكن يهزر معانا لما نكلمه في شأن داخلي، لكن لما تيجي تتكلم عن الامن القومي المصري بشكل خاص والامن القومي العربي بشكل عام ما بيهزرش. عشان كده كل الشعب المصري بيؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الامن القومي المصري وكل القرارات اللي يتخذها، كلنا في ظهره. الرئيس النهارده قال مع المستشار الالماني، لو اتكلمت وقلت للناس تنزل تعبر عن مشاعرها وغضبها هتشوفوا ملايين البشر في الشارع. رساله. ملايين دول لو قلت لهم روحوا سينا اقسم بالله يبادر الكيان الصهيوني ده في 5 دقايق مش موجود، هيختفي من الوجود. وحذر، قال الامور هتخرج خارج السيطره، وساعتها محدش يلوم الا نفسه، ده هتبقى مشكله كبيره جدا. والرئيس كان واضح في كلامه والناس بتدعمه، وهم كانوا فاكرين لما تخنق مصر اقتصاديا والناس تبتدي تتفكر في لقمة العيش، فالمصريين هينشغلوا في لقمة العيش، فندق في فلسطين،
نقول لهم هاجروا انزلوا على تحت، يلا جري على سينا ويلا جري على الاردن، والمصريين هيقفوا يتفرجوا ملبوخين في لقمه العيش. ما اللي يفكر كده غبي. غبي ليه؟ غبي لانه ما يعرفش الشخصيه المصريه. الشخصيه المصريه اللي الدم المصري في كل شبر في سينا، يعني سينا رجعت بالدم المصري. المصري يجوع، المصري يعطش، المصري يعني اي شيء في الدنيا يتحمله الا التفريط في شبر في ارضه. هما المصريين كده، هي الشخصيه ربنا خالق المصري كده، خير اجناد الارض. ربنا خالقنا كده، ربنا خالقنا بندوب في الارض دي، بندوب بنسافر دول الدنيا نيجي نبص الارض دي، بنوطي واحنا في المطار كده بنبص الارض دي. ده جين عندنا، لا بنخاف ولا بنجري ولا بنتراجع ولا بنبقى زي القطط، زي ما بنشوف جيوش في المواجهات المباشرة بتجري. فالنهاردة كلام السيد الرئيس واضح، وأنا بقول أهو كلنا بنؤيد رئيس الجمهورية في كل ما يراه مناسب للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي. أنا جاي من جلسة طارئة لمجلس الشيوخ، والحقيقة مجلس الشيوخ النهاردة كان واضح جدا في كل تعبيراته، وكان واضح جدا السيد رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق، السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في كل كلامه. الجلسة النهاردة بدأت الساعة 6:30 تقريبا، والحقيقة كانت كلمة قوية وبيان قوي لمجلس الشيوخ اللي اعلن تأييده للسيد الرئيس في كل ما يتخذه من اجراءات لحماية الامن القومي، واكد المجلس رفضه تماما فكرة تهجير اهالي غزة، ودعا المجلس الشيوخ الشعب المصري الى التكاتف صف واحد خلف رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية للحفاظ على مصالح الشعب المصري ومصالح الدولة المصرية ومصالح الامة العربية. مصر النهاردة هي المحور اللي العالم كله بلا استثناء هينتظر رد فعله. المستشار عبد الوهاب في كلمته دعا الشعب المصري بكل طوائفه للتكاتف صف واحد خلف السيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة. القوات المسلحة اللي بقالنا من 2014 بعد ثورة يونيو في 2013، واحنا رئيس الجمهورية لانه رجل عسكري ورجل في الاصل مخابرات وفاهم المستقبل فيه ايه، اول جيش وسلح الجيش وحدث تسليح الجيش، وكان في ناس بتطلع تطنطن وزي ما انا اقول لك العالم وخمسة جنيه اللي بتتكلم بره دي ويقول لك ليه، وتجيب من استرال ليه، وتجيب الرافال والطيارات ليه، وتجيب الفرقاطات ليه، وتجيب الغواصات ليه. اظن النهارده كلنا عرفنا ليه، وكلنا عرفنا احنا بنتكلم بقوه ليه. عشان مصر دوله تمتلك جيش قوي، وتمتلك شعب قوي، وتمتلك شعب مترابط ومتلاحم. اعتقد ان الرسالة النهاردة كانت شديدة اللهجة للعالم كله من الدولة المصرية. السيد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب دعا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للسماح بدخول المساعدات الانسانية، وقال في بيانه ان مجلس الشيوخ بيتابع بكل اسى والم الاعتداء الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي غير المبرر والذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، وإن مجلس الشيوخ إذ يدين هذه الحرب ويعتبرها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، وخلفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ
كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المدني شرق مدينة غزة، فقتلت وجرحت المئات مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر عندنا قبل كده. وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية معتمد على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية. وأن مجلس الشيوخ إذ يجتمع في أول جلسة طارئة لمناقشة تداعيات تلك الحرب مؤكدا رفض المجلس لهذه الحرب ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ودعا مجلس الشيوخ المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانة ما يحدث واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل وفي حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد، كما دعا للضغط للسماح بدخول المساعدات الإنسانية سواء من مصر أو من العالم أجمع إلى قطاع غزة في ظل أوضاع إنسانية وأمنية قاسية بيعيشها حاليا أهالينا في قطاع غزة. وكمان قال مجلس الشيوخ إذ يدين تلك الحرب فإنه يؤيد ويدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة المصرية ودعم الشعب الفلسطيني ودعا الشعب المصري. رئيس مجلس الشيوخ دعا الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف السيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، وحفظ الله مصر والأمة العربية وتبقى فلسطين حرة أبية وتحيا مصر. وبعدين دعانا ووقفنا وقرينا الفاتحة على أخواتنا الشهداء وبنتمنى الشفاء لكل أهالينا الجرحى هناك. في حد إلا لو كان شيطان يضرب مستشفى؟ يضرب مستشفى فيها جريح وفيها واحد بيموت وفيها مسعف وفيها دكتور طبيب وفيها طبيبة وممرض وممرضة، مين اللي هيكون في مستشفى؟ تخيلوا اللي في المستشفى أصلا موجود أصلا، خدوا بالكم، علشان خاطر متعرض لقصف غاشم من عدو غاشم، فيوم يضرب المستشفى اللي فيها جرحى من القصف اللي هم بيعملوه هناك. ايه ده؟ ايه الوحشية دي؟ ايه الشياطين دي؟ هذا مشهد سيلتصق في جبين ووصمة عار في العالم الغربي، مش هقول في الكيان الصهيوني لانه موصوم بكل العار، لكن في العالم الغربي دي وصمة عار ستظل ملتصقة بكل سياسي وبكل زعيم غربي داعم لهذا العدوان الغاشم على فلسطين، هتفضل ملتصقة في عمره والتاريخ لا ينسى. التاريخ لا ينسى، دي مشاهد إجرامية غير مسبوقة. لذلك انتفضت الدولة المصرية ومفيش هزار، مفيش هزار، ده موضوع مفهوش هزار ومفهوش كلام ومفهوش استكانة ومفهوش حاجة اسمها قوة عظمى بتكلمك وتقولك اصل احنا عايزين. واحد صاحبي صديق احكي لكم قصة، كان قاعد مع يعني مسؤول غربي من الدول الموالية يعني للغرب، فبيقول له عشان تعرفوا هم بيفكروا ازاي، بيقول له هو انتوا ليه مش عايزين تحلوا المشكلة دي؟ بيقول له صديقي كده، قال له ايه المشكلة حلها ازاي يعني؟ يعني هو انتوا قاعدين يعني مساحة الارض اللي انتوا قاعدين عليها في مصر قد ايه يعني عشان ترفضوا؟ مش دول اخواتكم واشقائكم وعرب زيكم، ما يقعدوا معاكم في سيناء، ايه المشكلة يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ وهتتبسطوا وهتاخدوا فلوس وهتاخدوا مساعدات وهتاخدوا دعم وهتتشال الديون وبلا بلا 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 بلا. رد صاحبي قال له الشبر المصري
ملوش تمن ولا كنوز العالم. دي مسائل غير قابله حتى للنقاش عند المصريين. يعني محدش يقدر يقف يناقش اصلا موضوع زي، مش حد يقرر يناقش حتى موضوع زي ده. مفيش مصري يقبل موضوع زي ده. ادي تفكيرهم كده. هو ده الغرب. الحقيقه انا من الناس اللي دافعت عن محمد صلاح وقلت يا جماعه كل واحد اضرب ظروفه، واحنا مش هنزاد على صلاح لانه مننا. صلاح دمه دمنا، وعروقه من عروقنا، ونبته من نبتنا، ومصر اصيل زينا. صلاح النهارده اخرس كل الالسنه، وبلغه الرياضه والكره عمل ريمونتادا تاريخيه. هوريكم كلمه صلاح. ناس كتبت بوستات وناس قالت كذا وصلاح ما بيكتبش. لا، ده صلاح مش كتب، ده طلع بنفسه اتكلم النهارده. والحقيقه كلمه لاقت يعني انتشار كبير جدا جدا جدا. خلونا نشوف الكلمه اللي قالها محمد صلاح، وهقول لكم النص بتاعها وترجمتها كانت ايه. يلا يا شباب كده وروني كلمه محمد صلاح قالوا بالترجمه، يعني موجوده بالترجمه. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. دي كلمة نجمنا محمد صلاح، واللي أدان بيها ما يحدث، وكلام الحقيقة من القلب، واتكلم بالنص. قال يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، وأن تتوقف المجازر، فالعائلات الآن تنقطع أواصرها. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، وبالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء. وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود. أدي كلمة نجمنا الكبير محمد صلاح. عشان لما أقول لحضراتكم لا تنجرفوا وراء، وديتكم مثال دكتور أحمد فؤاد كان مع زميلتنا إنجي أنور لما اتكلم إن عندهم في الجيش الصهيوني أصلا حاجة اسمها عملية مش عارف 800 وكام، دي شغلتها، ولا 8200، دي شغلتها السوشيال ميديا وشغلتها ازاي تكسر في محمد صلاح واحنا بنتجرجر. طلع محمد صلاح اتكلم باحساس المصري العربي الانسان في كلمته. الحقيقه النهارده كل المؤسسات الرياضية والكروية والأندية المصرية أدانت هذا الاعتداء الغاشم، والرئيس الجمهورية أعلن 3 أيام حداد على أرواح شهدائنا في غزة في فلسطين. هديكم نماذج من الإدانة للأندية المصرية والمؤسسات والهيئات المصرية. النادي الأهلي طبعا أدان هذا الاعتداء الغاشم، أجيب لكم دلوقتي، وأخذ قرارات النادي الأهلي الحقيقة قرارات قوية جدا. وريني كده يا شباب. لا هات لي كده البيان الأول.
البيان الاول: عاشت فلسطين حره، يعلن النادي الاهلي الحداد على ارواح اخواتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمره والصمت الدولي المخيب للامال تجاه ما يحدث للاشقاء، ويبدي النادي اسفيه وحزنه لما يتعرض له الابرياء والاطفال والشيوخ والنساء، ويطالب كل المجتمعات الانسانيه الا تقف مكتوفه الايدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصه أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه. ويؤكد النادي الأهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة. واتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده عدد من القرارات الداعمة للدولة الفلسطينية: إيقاف البث على جميع المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التلفزيونية الليلة تضامنا مع إخواتنا في فلسطين ورفضا للعدوان الغاشم والظالم الذي يتعرضون له. دعوة أعضاء النادي الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة الجزيرة مدينة نصر الشيخ زايد التجمع الخامس للتبرع بالدم لصالح إخواتنا في فلسطين. ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب حدادا على ارواح الشهداء في فلسطين، مع تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل، دي مباراه العوده في الدوري الافريقي لكره القدم، لصالح اخواتنا في فلسطين. ده رد فعل النادي الاهلي. نادي الزمالك كمان الحقيقه كان ليه رد فعل، عمل في اللوجو بتاعه حط العلم الفلسطيني كنوع من التأييد للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جوار أشقائنا في غزة. وعمل بيان أيضا نادي الزمالك بيعلن فيه الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد. وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما تعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الأونة الأخيرة، وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني. كل الأندية، اتحاد الكرة كمان عمل بيان وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال ال3 أيام القادمة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة. كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري. ربطت كمان الأندية المصرية بتعلن عدم التفاعل على منصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تماشيا مع الحداد في جمهورية مصر العربية نظرا للأحداث مع في الأحداث في فلسطين. كمان وزارة الشباب عملت بيان، وزارة الشباب والرياضة أوقفت قررت في إيقاف كل الأنشطة والفعاليات في ضوء قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه لمده 3 ايام حدادا على ارواح الضحايا الابرياء لجريمه قصف المستشفى الاهلي المعمداني بقطاع غزه وعلى جميع الشهداء من ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيرا عن تضامن نشء مصر وشبابها مع ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق. قررت وزاره الشباب والرياضه وقف كافه الفعاليات والاحتفالات والانشطه التي كان مقرر تنفيذها خلال فتره الحداد باستثناء المنافسات الرسميه. ياتي ذلك في ضوء الادراك الكامل من كافه مفردات المنظومه الشبابيه والرياضيه في مصر لحرص القياده السياسيه المصريه لتقديم كل الدعم والمسانده للقضيه الفلسطينيه والوقوف الى جانب الاشقاء من ابناء الشعب الفلسطيني. وقامت وزاره الشباب والرياضه بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضه في جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار. ده كان من المكتب الاعلامي لوزاره الشباب والرياضه. كمان يعني أندية كتير أعلنت وحطت اللوجو بتاع الاتحاد المصري بتاع الدولة الفلسطينية. أدي النادي الإسماعيلي حاطط اللوجو بتاع، وأدي سيراميكا كيلوباترا، وأدي النادي المصري يجدد التأكيد على موقف الدعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني، النادي المصري البورسعيدي، وأدي نادي الاتحاد السكندري، فلسطين في القلب، غزل المحلة، نادي المحله اللي هو بلد ده بلديه المحله محله الكوبري الرياضي، ده نادي فاركو
يعني دي نماذج طبعا في انديه كتير، دي نماذج من الانديه اللي اتخذت موقف واضح وصريح امام كل ما يحدث من هذا العدوان الغاشم. كمان في بيان للاستاذ هاني العتال رئيس مجلس إدارة قناة اي تي سي، وأيضا أمين الإعلام الإدارة المركزية للإعلام بحزب حماة الوطن، قال فيه: نرفض أعمال الاحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع مبادئ الإنسانية وتتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. الاعتداء السافر على مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي راح ضحيته عدد كبير من الشهداء يكشف حجم الإجرام لدى حكومة نتنياهو التي تضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط. ونعلن وقوفنا مع القيادة السياسية ومساندة موقفها الرافض للمخططات الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة، كما نفاوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يلزم من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري. ده بيان من السيد هاني العتال رئيس مجلس إدارة اي تي سي وأمين الإدارة المركزية للإعلام بحزب حماة الوطن، وأيضا المرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك اللي هتجرى إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. الحقيقة الواحد وهو بيناقش وبيتكلم في الحلقة بتاعته بيقول أخبار، بيحاول إن هو يتجاوز الأحزان، لكن يعني الحياة طبعا لازم هتسير غصب عن هذا الكيان الصهيوني وغصب عن هذا العالم الغربي اللي طول الوقت عايز يضغط عليك، وطول الوقت عايز يعيشك في اكتئاب، وطول الوقت عايز يشعرك بالإحباط، وطول الوقت عايز يشعرك بالضعف والوهن والجمود. ده مخطط سياسي كبير كبير، لكن احنا ياما دقت على راسنا طبول عادي، ياما مصر دي على مدار تاريخها جالها عدوان من هنا ومن هنا ومن هنا، وتظل بلدنا بلد قوية ورسخة رسخة. ده انا كنت بتمشى في مصر القديمة من اسبوعين والله شفت بيوت واماكن اقسم بالله اظن انها اكبر في السن من امريكا. انا اكتر حاجة يعني مخلاني مندهش، والبرضو في كلام بيبقى فاجر، يعني في كلام بيبقى من الفجر اللي طالع بيه انت مش مصدق، لما الناس تطلع تتكلم ويقولك احنا بنؤيد الحصار على غزة، بنؤيد قصف الابرياء، وبنؤيد ان الكيان الصهيوني يدافع عن مصالحه، وانا زرت امريكا، ده الرئيس الامريكي اللي بيقول زرت هذا الشيطان نتنياهو عشان اظهر للعالم دعم امريكا للكيان الصهيوني والدولة الاسرائيلية، عشان الناس كلها تشوف قدام عينيها، عشان الناس كلها يقول لك يا عم سلحتوا ليه، يا عم مش كان لقمة العيش اولى، يا عم خليني بقى قبل ما ادخل على اخبارنا هقول لكم. الاعلام الغربي او العالمي متابع كلمة محمد صلاح ازاي؟ التليجراف بتقول محمد صلاح يخرج عن صمته ليحث على وقف المجازر في اسرائيل وغزة. طبعا التليجراف حشر اسرائيل في العنوان، لكن صلاح بيتحدث فقط عن غزة. الديلي ميل البريطانية عنوانت بتقول محمد صلاح يدعو لتقديم المساعدات الانسانية لغزة على الفور، بينما يحط النجم ليفربول زعماء العالم على الاجتماع معا لمنع المزيد من ذبح الارواح البريئة مع استمرار الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. طبعا محمد صلاح لما بيتكلم الدنيا ايه بتتقلب، الدنيا بتتقلب. شكرا مو صلاح على الكلمة اللي قالها، واعتقد هيكون ليها ردود افعال قوية جدا خلال الفترة الجاية.
هنتكلم بقى في الشأن الرياضي والكورة. النهارده النادي الأهلي سافر إلى سيمبا إلى تنزانيا عشان عنده مباراة مهمة قدام سيمبا التنزاني يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 6 بتوقيت القاهرة. مباراة العودة هتكون في القاهرة يوم الثلاث التالي الساعة 5، معرفش برضه هيفضل الميعاد 5 ولا هيتغير، إنما في استاد القاهرة الساعة 5 وفي استاد بتاعهم هناك في دار السلام في تنزانيا الساعة 6 يوم الجمعة القادم. مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي. النهارده الكولر عمل حاجه غريبه جدا غير متوقعه، ما خدش مودست معاه، يعني رفض ان هو يصطحبه معاه، شاله من القايمه، ضم امام عاشور، مسافر محمد الضاوي كريستو، يعني في لعيبه سافرت ما كانش متوقع. امام راجع من اصابه وخده معاه وهو جاهز، لكن مودست خرجه بره، معاه طبعا عمرو السوليه ومعاه محمود متولي وكريم نيدفيد. فادي القايمه هي اللي سافرت. خلينا نقول على طول الاسماء: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، في الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، اكرم توفيق، محمد هاني، نص الملعب قفشه، اليو ديانج، مروان عطيه، امام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، في الهجوم كهربا وصلاح محسن، وفي كريم الدبيس في الدفاع مع رامي ربيعه وياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح، وفي في الوسط برضو في خط الوسط رضا سليم وكريستو واحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو واحمد عبد القادر. صلاح محسن سافر كمان بعد عودته من الاصابه. ادي القائمه اللي سافرت اللي ما فيهاش مودست، ويبدو ان كولر هيكشر على انيابه لمودست وهيرفض تراجع مستواه، وهيبقى ممكن مودست ده في يناير تلاقيه مش موجود. انا مش هندهش، يعني لو مودست ده في يناير مش موجود والاهلي قرر اعارته الست شهور الباقيين وبعدين يخلص منه، لانه ماضي سنتين بس، لازم اول سنه يلعب عدد معين من المباريات 75% من مباريات النادي وكده عدد اهداف معين، وما اعتقدش ان ممكن بالمستوى اللي احنا بنشوفه ده يظهر الا لو حصل طفره في مستواه او جهز وفق البرامج اللي حاططها له كولر. لكن انا دايما بقول ان الاهلي جايب مهاجم يسنده، فلما انت تخش في الدوري الافريقي في اول مباراه ما خدتوش معاك، طب جبته ليه؟ ده هو جاي عشان ده، هو جاي عشان الماتشات بتاعت الست ماتشات بتوع الدوري الافريقي لو الاهلي يكمل ان شاء الله للنهائي، والماتشات بتاعت كاس العالم للانديه، هو جاي عشان ده بس، فانت ما خدتوش معاك، طب هو جاي ليه؟ فالحقيقه واللي عرفته كمان ان النادي الاهلي طالب من الكابتن هاني رمزي، كولر طالب من الكابتن هاني رمزي اللي ماسك هناك اداره السكاوتنج، انه يبحث عن مهاجم تحت السن، مهاجم افريقي تحت السن، حاجه كده زي كريستو، عشان يضمه ويأهله لمستقبل النادي الاهلي في خط الهجوم. طالما الاهلي مش عارف يجيب مهاجم كبير يبقى بيدوروا دلوقتي على حد تحت السن يأهله. كابتن خالد بيبو، البعثه طبعا سافرت النهارده، وصلت بالسلامه المفروض ان شاء الله. وعلي معلول سافر على طول على تنزانيا في رحله قعدت فوق ال 12 ساعه بعد مباراته امبارح مع اليابان، ما لعبش، كان على الدكه. مباراة تونس واليابان خسرها المنتخب التونسي 2-0، ما لعبش، لكن طبعا الرحلة مرهقة جدا السفر، عشان كده مارسيل كولر أهل جدا كريم الدبيس وبيديله ثقة كبيرة جدا وبيتعامل معاه ان هو ممكن يشارك في المباراة أساسي، وهيقيس قدرة علي معلول بكرة في التمرين بكرة اللي في تنزانيا، هل مرهق؟ هل يقدر؟ هل مش هيقدر؟ هيقيس بكرة في التمرين، لو لقى مرهق أو مجهد ومش قادر او لياقته البدنيه متراجعه بسبب الرحله الصعبه اللي عملها، اعتقد كريم الدبيس اللي هيبدا هذه المباراه في مركز الظهير الايسر. كابتن خالد بيبو سافر امبارح، اعترض على الاوتيل اللي كان محجوز من اللجنه الايطاليه المنظمه، شاف الاوتيل غير ملائم للنادي الاهلي وطلب تغيير الاوتيل، لان الاتحاد الافريقي حاجز اوتيل وحاجزين اوتيل للاتحاد الدولي للضيوف وحاجزين اوتيل معرفش ايه، قال لهم برضه لا، الاوتيل ده غير لائق، هو نقل في اوتيل افضل. فعلا نقلوا بعثه الاهلي الى اوتيل افضل من الاوتيل اللي كان حجزاه اللجنه المنظمه، اللجنه الطلياني المشرفه على تنظيم هذه البطوله. النهارده حصل حاجه مهمه في هقول لكم على حاجه دلوقتي. كريم بنزيما، تخيلوا كريم بنزيما، في ناس بتطالب في فرنسا بسحب الجنسيه منه عشان طلع يطالب بالوقوف بجوار اهالينا في غزه. انسان اتكلم كانسان، يعني شفت الارهاب اللي بيحصل
لكل المشاهير اللي ينطق، وده كريم بنزيما يعني احد اساطير الكره الفرنسيه على مدار تاريخها. تخيل في ناس هناك في فرنسا بتطالب، وناس ايه يعني اعضاء برلمان ونائبه اسمها حيزابونا طبعا اسمها فاليري بواي بتطلب بشكل رسمي سحب الجنسيه من كريم بنزيما، اسمها فاليري بوييه، يا لا يسحبوكي من رقبتك فاليري بوييه دي اكيد حيزابونا. كريم بنزيما صحف هناك اهتمت باللي بيقوله، وفي صحيفه اسمها باريزيان بتقول ان كريم بنزيما بيجهز اربع او شكوى في اربع شخوص من يعني اهل الساسة في فرنسا. عضوة برلمان اوروبي اسمها نادين مورانو قالت ان بنزيما متواطئ مع حماس، تخيلوا، لمجرد انه قال ايه ارحموا اهالينا في غزة. ما ينفعش ناس تدك بصواريخ وحصار وما يخرجلهاش لا اكل ولا شرب ولا دواء ولا اي حاجة ولا مية ولا كهرباء. بني ادم بيتكلم، ده القطة، القطة في الشارع ولا الكلب لو لقيته بيلهس بتجري تجيب شوية مية وتشربه وتحط على شباك البيت بتاعت كده مية للعصافير وللحمام، كلنا بنعمل كده، وتجيب أكل للقطط وأكل القطط الحيوانات. أنت هذا العدو الشيطاني محاصر الناس، ولا دخول ولا خروج ولا اكل ولا شرب عشان يطفشهم من اراضيهم فيتهجروا يروحوا على سيناء. فلسطين لو ماتوا هيموتوا على ارضهم ويكشفوا هذا العدو الشيطان الغاشم وكل مؤيدي في العالم مهما كانوا هم مين. بنزيما بيقول لك كمان هيقدم في وزير الداخليه اسمه جيرالد دارمانين، اتهموا انه من جماعه الاخوان المسلمين. والله ونادين مورانو دي قالت ان بنزيما متواطئ مع حماس، وعضو البرلمان الاوروبي اسمه فرانك تابيرو قال ان بنزيما متواطئ مع حماس، والحيزابونة فاليري بوييه بتطالب بسحب الجنسيه من كريم بنزيما. طبعا كريم بنزيما اصوله ايه؟ جزائريه، عربيه جزائريه ومسلم طبعا، فهم لو اصله فرنساوي مش هيقولوا كده، صح كده؟ ما هو كانتونا عمل كده، حد جاب سيرته؟ حدش جاب سيرته، ما هو تضامن هو كمان، بس كريم بنزيما عشان اصوله عربي. دي العنصريه الغربيه الحقيره والقذره. ده جاب بالون دور لسه السنه اللي فاتت، واخد احسن لاعب في العالم من وقت زيدان، محدش فرنساوي خد هذه الجائزه، احسن لاعب في العالم من ايام زين الدين زيدان في نهايه التسعينات وفي اول الالفيه. تخيل بقى وقت ما خد البالون دور كان كريم بنزيما مش بيساند حماس، ما كانش اخوان مسلمين، ما كانش بتسحب منه الجنسيه، كان فرنسي مأصل. لكن دلوقتي عشان اتكلم عن اخواتنا واشقائنا في غزه بقى حماس وبقى باخوان مسلمين وبقى لازم نسحب منه الجنسيه. هذه العنصر، هذا الوجه القبيح للغرب، الوجه الحقير للغرب هو ده. ولازم كل ولادنا وشبابنا واطفالنا تعرف حقيقه، لان الناس في شباب بيطلع او اطفال بتطلع متخيل ان الغرب ده هو العالم السحري والعالم الممتع والعالم اللي كل حاجه فيه جميله والعالم اللي فيه كل حاجه فيه حريه. اقسم بالله ما تقدر تنطق ولا انسى لما حصلت المظاهرات اللي في لندن ونزلوا كسحوا الناس في الشارع، وقال لك لما تيجي تقول لي حقوق انسان مع استقرار الشارع الانجليزي اوعى تنطق. هم قالوا كده، هم قالوا كده، لكن انت تولع في بلدك عادي. وشوفوا منطقتنا عامله ازاي، وقلت لكم بصوا ليبيا، السودان، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، شايفين لغايه ما تروح في افغانستان وباكستان، شايفين الامريكان والغرب عاملين ايه في المنطقه بتاعتنا. نهب ثروات المنطقه بتاعتنا،
ولتبرير وجودهم في المنطقه بتاعتنا، وسف البترول وسف الفلوس وبيع السلاح واشتغل وحط هنا واعمل هنا قاعده معرفش ايه، واعمل هنا قاعده ايه، وولع في ايران وايران تولع في جيرانها وجيرانها معرفش ايه، وتفضل الدنيا. وفي الاخر يقول لك انا اسف. هو بجد طلع العراق ما فيهاش كيماوي؟ انت بتتكلم جد؟ ما فيهاش اسلحه؟ طب انا اسفين جدا. طب الشعب والبلد اللي خربت دي، العراق اللي كانت واحده من اكبر الدول المنتجه والغنيه في العالم، اللي خربت النهارده، يقول لك انا اسف، حقك عليا، معلش مش هعمل كده تاني. عادي عادي، بس عشان اجيالنا اللي طالعه تشوف وتترابط وتتكاتف وتقوى وتعرف انها في بلد قويه وعندها جيش قوي وعندها رئيس قوي. خلوني كمان، احنا طبعا ده ايه بقى، بنتابع لحظة بلحظة. فوت ميركاتو العالمية وصف محمد صلاح ان هو شخصية رقم واحد في الوطن العربي، وصفته بعد كلمته ان هو راجل مؤثر وله مستمعين عديدين وصوت قوي. طبعا احنا بنتابع ردود الافعال لحظه بلحظه مع الكلمه اللي قالها نجمنا الكبير محمد صلاح. قبل ما اطلع الفاصل، والانتخابات على فكره بتاعت الزمالك يوم الجمعه في ميعادها، يعني حتى لما حصل وزاره الشباب قالت ايقاف الانشطه الرياضيه باستثناء الانشطه الرسميه، يعني لو في ماتش دوري هيتلعب، لو في انتخابات في ميعادها وكل الكلام ده. ده الدكتور عماد البناني المدير اللجنة التنفيذية اللي بتدير نادي الزمالك، قال انه انعقاد الجمعية العمومية للزمالك في موعدها لانتخاب مجلس ادارة جديد ومفيش اي مشكلة خالص. ادي كلام الدكتور عماد البناني. الحقيقة النهاردة وانا هقول الكلام ده لوجه الله. ليه لوجه الله؟ لانه اذا حصل تحايل في القصة بتاعت الدكتور حسام المندوق، وانا اقسم بالله نفسي ينزل الانتخابات، يعني بالعكس، راجل محترم وراجل كويس وكل حاجة، والسنة دي اللي تقول يعني هو معاه، هو والسادة بقى خالد لطيف وعبد المجيد سليم وكريم والماوي وقدري وكل الناس يعني المرشحة في امانة الصندوق. لكن القانون قانون، واذا كان الناس هتحط انتخابات الزمالك تحت تهديد الالغاء والطعن، يبقى احنا نقول كلمتنا لوجه الله. النهارده الدكتور حسام المندوه المحامين بتوعه يعني تقدموا بطعن في الاداريه العليا. عشان تبقى عارفين الموضوع، كان صدر حكم درجه اولى قضى بصفه مستعجله، هم كانوا اللي طعن على ترشيح الدكتور حسام بصفته البرلمانيه كنائب وانه ما ينفعش. طلب الحكم في الشق المستعجل، وتنظر المحكمه بعد كده الشق الموضوعي. فالحكم بتاع اول درجه قضى بصفه مستعجله استبعاد الدكتور حسام المندوه من امانه الصندوق من الترشح في الانتخابات، واحالت الدعوه للمفوضين لاعداد تقرير للحكم بعد كده في الموضوع، يعني الدائره تشوف بقى الموضوع وتحكم فيه بعد كده. وبنسبة 99.9 الحكم في الموضوع بيبقى نفس الحكم في الشق المستعجل. فالنهاردة المحامين بتوع الدكتور حسام طعنوا في الإدارة العليا وطلبوا إيقاف تنفيذ الحكم اللي هو بتاع أول درجة وإلغائه. حلو كده؟ فالنهاردة الإدارة العليا يعني قالت إيه؟ احالت هذا الطعن للمفوضين. معناها ايه؟ انا كاتب نقط عشان ما انساش، لان انا نفسي تعرضت للقضيه دي انا شخصيا، فانا حافظ خطواتها ما فيهاش هزار. فالاداره العليا عملت ايه؟ احالت الدعوه الطعن بتاع الدكتور حسام المندوه لمين؟ للمفوضين. وده معناه ايه؟ معناه انها رفضت الغاء الحكم بتاع الدرجه الاولى بتاع اول درجه،
وخد بالكوا في القضاء الاداري اول درجه ده حكم نافذ وواجب التنفيذ بالمسوده بتاعته، ما فيهوش هزار. يعني القضاء الاداري بالذات ما فيش حاجه اسمها اصل الحكم اول درجه طب نستنى التانيه طب نستنى مع لا، في القضاء الاداري الحكم واجب التنفيذ. فحصل ايه في الطعن بتاع الدكتور حسام؟ الاداريه العليا حولته للمفوضين، وبالتالي رفضت الغاء حكم اول درجه او ايقاف التنفيذ اللي كان طالبه المحامين بتوع الدكتور حسام، ده معناه انها ايدت الحكم. معناها ان هي ايدت ايه؟ الحكم. علما تاني بان حكم اول درجه ده واجب النفاذ، مش مستني درجه تانيه او تالته او الكلام ده. في لعيبه كده بيعملها المحامين، انا جالي حد قالها لي وقت القصه، انا كنت امين عام نقابه صحفيين وسبت المنصب لاني نائب نفس الكيس يعني، وعشان كده اللي كان فاهم في الموضوع ده كان ينصح الدكتور حسام المندوه ينزل عضو مش في منصب قيادي، الا رئيسه ولا نائب ولا امين صندوق، لو كان نزل عضو كان كمل الانتخابات. ففي لعيبه بيعملها المحامين، يقول لك ايه؟ احنا نروح محكمه عابدين، دي اسمها محكمه امور مستعجله. محكمه عابدين دي غير مختصه، واحكام كثيره جدا صدرت من القضاء الاداري ده غير مختصه لا يعتد بكلامها نهائيا. بس يقول لك يقدم اشكال ولو اتقبل على ما يبحثوه، هم بيرفضوه يعني، هم بيقبلوا الاشكال شويه يوم قابلينه وبعدين يقعدوا مثلا اسبوع ولا ثلاث اربع ايام وانت بتدفع رسوم، وبعد الاربع خمس ايام يقول لك احنا مش جهه اختصاص، شكرا جزيلا، خد اشكالك وروح. الفكره ايه؟ يقول لك طب ما تروح اخر ايه؟ اخر او اضحك على الجهه الاداريه عشان تحط اسمك في الانتخابات. فلما تحط اسمك في الانتخابات ممكن تنجح، ولو نجحت وبعدين بقى يقول لك اصله اتطعن عليك فتمشي، طب نجيب واحد يمسك. تحايل يعني، طب وده ينفع؟ دي جهه، دي محكمه غير مختصه. الخطوره هنا في ايه؟ اللي هي دي، ده اشكال قدم لمحكمه الامور ايه؟ المستعجله اللي مالهاش اختصاص، ده ولا حاجه، دي زي كده ورق الكلينكس يعني ملوش لازمه. انا ليه بقى؟ هقول لكم لما انتشر ده الناس مش فاهمه. الناس مش فاهمه، الناس قرت اللي مكتوب في الاشكال وتصورت ان السطرين اللي هم لو تنفع تجيبوا لي السطرين اللي هم عملوا لي كده عليهم علامه، تعرفوا السطرين بتاع قبول الدعوه شكلا ده؟ تعرفوا تلحقوا بسرعه؟ او انا هبعت لكم هصورها وابعتها لكم من عندي. ليه بقى بقول الكلام ده؟ مهم اشرحه، لانه الناس هتتصور ان ده حكم في الاشكال، لا ده دي طلبات المحامي. عشان الناس تبقى فاهمه، دي طلبات المحامي، ده مش حكم في الاشكال. ده المحامي طالب قبول الاشكال شكلا والغاء قرار القضاء، تعالى هو بيحط طلبات، اي طلبات هترفض في الاخر، لان دي مش محكمه اختصاص اساسا، محكمه الامور المستعجله ملهاش علاقه باحكام القضاء الاداري، ونفس القضاء الاداري قال كده. قال ان هذه غير مختصه بينا، وهي المحكمه نفسها بترفض الاشكال في الاخر، تقول لك روح احنا مش جهه اختصاص خالص يعني. لكن انا هقرا لكم السطرين اللي المحامي طالب طلباته من محكمه الامور المستعجله، فيظهر وكان ده حكم يعني. لما ينتشر على السوشيال ميديا، انا بحكي القصه دي ليه؟ عشان اقول لكم في الاخر بحكي لي، عشان هحذر الجهه الاداريه، هحذر الجهه الاداريه، نادي الزمالك مش لعبه. ليه؟ لان اللي بيحصل ده ممكن ينهي الانتخابات، يلغيها كلها. هتقول لي اصل منصب امين الصندوق، اقول لك لا، ده مؤثر على الصوت الانتخابي. ما ممكن واحد لو الدكتور حسام مندوه موجود ينتخب شخص او اتنين، عشان هو شايف ان في وجود الدكتور حسام دول ممكن يبقوا مساعدين له بشكل قوي، ولو مش موجود ممكن ما ينتخبش الاتنين دول، فالناس تروح تطعن تقول لك انا صوتي اتاثر وهو لا يحق ليه خوض الانتخابات. ادي السطرين اللي هم طلبات المحامي، لكن لما يتنشر
الطلب ده قدام الناس، الناس تظن ان ده حكم، هو مش حكم، دي طلبات المحامي اللي موكله له دكتور حسام. قبول الدعوة شكلا، دي الطلبات، هي قبول الدعوة شكلا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة في لسانة معرفش مادة التنفيذ وقتها وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة رقم 514 لسنة 78 لانعدامه بكونه غاصب لسلطة المحكمة الدستورية العليا الوارد بالمادتين، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات شاملة مقابل تعامل المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى رقم كذا وكذا من قانون المحكمة الدستورية رقم كذا الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. ده إشكال ملوش أي لازمة بتقدم لمحكمة الأمور المستعجلة وليست جهة اختصاص. الرسالة اللي هقولها لاتنين، دكتور حسام المندوق نفسه هذا محك في حب نادي الزمالك، هذا محك في حب نادي الزمالك، وانا اقسمت بالله قبل ما اتكلم في الموضوع ده ان انا كان نفسي ياخد الانتخابات، لكن انا بتكلم في صالح نادي الزمالك. اذا كانت الناس عايزه تلعب بنادي الزمالك والكابتن حسين لبيب والقايمه والناس اللي بتقول زمالك وتغني وتعمل بايديها كده وش لا يمكن نجرجر الزمالك في المحاكم، انا بقول للكابتن حسين لبيب اللي بتعملوه ده يضر نادي الزمالك، لان الانتخابات هتتلغي. الانتخابات لو خاض الدكتور حسام المندوه هذه الانتخابات هتتلغي، ده هنبقى بنهزر مع نادي الزمالك، الانتخابات كلها هتتلغي. اي حد هيطعن ويقول لك ان الاصوات الانتخابيه تاثرت بوجود الدكتور حسام المندوب، بالتالي تاثرت وانا بختار الرئيس وتاثرت وانا بختار المناصب وتاثرت وانا بختار اللي ده، لو مش موجود كنت هغير اختياراتي. فكل الانتخابات اتضربت. من كان ينصح حسام المندوب نصيحه صادقه كان قال له انزل عضو، اللي قال له انزل عضو ده صدقه، اللي كان عايزه ينزل عضو ده صدق معاه. فانا بسال الدكتور حسام، هذا محك في حب نادي الزمالك، انت سيادتك نائب والقانون يمنع دلوقتي ان انت تخوض الانتخابات على هذا المنصب، خليك في ظهر نادي الزمالك وانت بره مجلس الاداره، مش ده المحك؟ ده محك واضح اهو للقايمه كلها، ده اختبار في حب نادي الزمالك للقايمة كلها اهو. التحذير التاني للجهة الإدارية، أي لغواصة في القصة دي، لأن أنا سامع إن في ضغوط، أصل الإشكال، أصل الأمور المستعجلة. طب بدأت الخطة يقول لك طب إحنا ندخله ولو نجح ربما ينجح أو يعني ليه فرص يعني زي غيره، فنكون إحنا نجحنا وخلصنا، فلما يمشي يتطعن عليه او الاشكال يترفض بعد يومين فيمشي، فاحنا نسند امانه الصندوق لحد من الناس اللي موجوده في المجلس لغايه الانتخابات اللي بعديها. لا يا فندم، ده الانتخابات كلها هتتناسف. وانا بقول للساده وزير الشباب والرياضه وبقول للساده في الجهه الاداريه، تحملوا مسؤولياتكم ونادي الزمالك مش لعبه، وان حصل كده واتلغت الانتخابات كل الناس دي لازم تتحاسب وتتحاكم، ده حق ربنا اللي انا بقوله ده، ده القانون يعني، ده القانون وده القضاء المصري العادل. بقول لكم انا شخصيا تعرضت للموقف ده، لا طعنت ولا رحت مع امور مستعجله ولا حتى استشكلت، يمكن النقابه طعنت كمؤسسه لكن انا كشبانه ما طعنتش خالص، ونفذت الحكم على طول من اول درجه، ما نطقتش. فده اختبار في حب نادي الزمالك، هل الجهه الاداريه هتقبل؟ انا بقول لكم اهو اذا حصل، وانا ما اظنش انه يحصل، بس انا بقول حتى لو احتمال 1% دي بحذر، ده امانتي الاعلاميه، تعجب بقى فلان، تضايق فلان، دي الأمانة الإعلامية المهنية، أقسم بالله لا أتحدث في هذا الشأن إلا لصالح نادي الزمالك. ينجح من ينجح ولا ينجح من لا ينجح، ودي حاجة بتاعت ربنا في علم الغيب والصندوق اللي هيقوله الجمعية العمومية هي اللي هتقرر. ولا كل التقدير والاحترام فيما تختاره. لكن دكتور حسام راجل محترم وراجل لمكانته، والده راجل أنا أعرفه من سنين، لكن لا يحق لك خوض هذه الانتخابات.
ده القانون. وهنشوف ماذا تخبئ الساعات المقبله. بالمناسبه طبعا الزمالك النهارده في اتحاد الكوره حصل تحقيق مع احمد عيد الباك رايت واحمد ايمن منصور السرد باك اللي اتنقلوا من احمد عيد كان لاعب في الزمالك وكان معار لامبي واحمد ايمن منصور كان ماضي مع الزمالك وكان في طلاع الجيش الا نتيجه غلق القيد في نادي الزمالك ولازلت اعلن عن اندهاشي من بعض المرشحين اللي بيقولوا احنا مش هنفتح القيد اذا كان معناش فلوس نجيب صفقات في يناير. طب نفتح القيد ليه؟ ده مصدر اندهاش تاني بالنسبه لي. فالنهارده حصل تحقيق معاهم استدعوا لاتحاد الكره احنا حلينا المشكله هنا للنادي المصري اللي اعلن من خلالنا دخل معانا عضو من اعضاء مجلس اداره النادي المصري في مداخله وتحدث عن هذه الازمه وجبنا الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والحقيقه وعدنا في المداخله انه خلال ايام قليله او ساعات قليله اتحاد الكوره هيستدعي الاثنين لعيبه وياخد قرار. الاستاذ رجب عبد القادر عضو مجلس اداره النادي المصري كان معانا واشتكى على الهوا وجبنا الدكتور ايهاب ووعد الدكتور وصدق في وعده ما انا بشكره جدا الدكتور ايهاب الكومي على صدقه في وعده وفعلا النهارده اتحاد الكوره بعد يومين ثلاثه بس اهو استدعى احمد عيد واحمد ايمن منصور واعلن اتحاد الكوره ان خلال 48 ساعه ستصدر لجنة شؤون اللاعبين حكمها في هذه الأزمة، هل كل واحد فيهم ماضي الناديين ولا لأ؟ هل الزمالك يستحق فلوس ولا لأ؟ هل النادي المصري لازم يعوض الزمالك ولا لأ؟ هل اللعيبة موقفها قانوني صح ولا لأ؟ كل الكلام ده لجنة شؤون اللاعبين بعد ما استمعت ليهم في وجود الناس بتاعة المصري والمحامين بتوع المصري وكل الناس كانوا موجودين معاهم النهارده. اتحاد الكورة هيقرر قراره إن شاء الله خلال 48 ساعة. الزمالك اجل كمان ملف التجديد لمحمد صبحي. الزمالك زي ما فتوح محتاج تجديد، صبحي محتاج تجديد، عواد محتاج تجديد، في بعض من لعيبه الزمالك محتاجه تجديد، كلهم لعيبه مهمه جدا جدا جدا. فالزمالك طبعا الكابتن عماد البناني خلاص يعني انت بتتكلم في 48 ساعه وسيترك اداره النادي، المجلس المنتخب ان شاء الله كان من كان هينجح ان شاء الله يستطيع انه يتولى هذه الملفات ويخلصها بسرعه ويجدد لمحمد صبحي. هطلع فاصل بسرعة كده، فاصل سريع، بعد الفاصل هنلتقي مع نجومنا كابتن سيد معوض وكابتن أحمد عيد عبد الملك. أهلا بكم من جديد، بيسعدني أن يشاركني في هذه الفقرة نجومنا كابتن أحمد عيد عبد الملك. مساء الفل. مساء الخير. احنا هنشغل لك، أنا جايب هنا يعني عينت حد في البرنامج هسميه هو شغلته يبقى الشيخ النبير. الشيخ ايه؟ النبير. انت كسبت بترشوت امبارح 3-2 فعلا؟ وكنت خسران 2-0 وجبت يعني الكلام ده اللي بسمعه ده حقيقي؟ بس ده الطبيعي يعني بتاع فرقة لافيان. لا سؤال يعني. نعم يا اخويا يعني. طبيعي بتاع فرقة لافيان يعني. يعني انت كنت بتلعب بتروجيت اللي هو المنافس قوي. المنافس قوي طبعا، فرقه محترمه جدا وكنت خسرين 2 وعملت ريمونتادا 2-0 وبلعب على ملعبي، فالطبيعي انا هكسب على ملعبي. انا جبت الشيخ النبير ليك مخصوص. ببارك لك بجد. الله يبارك فيك. لانه ناس كتير اشادت بالمباراه وبالفرقه وبشكل الفرقه وبالاصرار وبالريمونتادا، ويعني الحقيقه الناس كلها كانت بتتكلم امبارح. انت متصدر كده؟ متصدر مع غزل المحله ب 10 نقط، كل فرقه 10 نقط من 4 ماتشات، وتحتينا بتروجيت. ساعه الدوري لسه في بدايته يعني، دوري صعب ودوري يعني ما حدش يتنبأ مين اللي هيبقى موجود في الاخر الثلاث فرق اللي هيبقوا موجودين في الصعود. ماتش دوري قوي جدا وحلو يعني، حلو الحقيقه، وبدات الناس تشوف النديه اللي موجوده في الماتشات يعني الفتره اللي فاتت يعني. ربنا معاك يا كابتن. حبيبي ربنا يخليك، وربنا معانا ومع طبعا الشعب الفلسطيني كله ومع اهلنا في غزه واخواتنا، ونتمنى لهم ان شاء الله السلامه والضحايا نحتسبهم شهداء طبعا. ربنا سبحانه وتعالى طبعا وقلوبنا معاهم، وكلمه الدعم طبعا كلها تفرق معاهم كتير جدا اكتر من اي دعم مادي، والدعم المعنوي والكلام يفرق معاهم كتير جدا وخلهم عندهم روح واصرار وعزيمه.
ان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله. كابتن سيد معوض مشرفنا ونورنا. ربنا يخليك يا محمد. داخل كده بشكلك حزين. يعني تكملة لكلام عيد، يعني اكيد كلنا عندنا مشاعر مش كويسة اليومين دول، يعني كلنا مرارة يعني. طبعا يعني بأمانة اجواء غير طبيعية، يعني ان شاء الله ربنا ينصر فلسطين واهلها، اهلنا واخواتنا، ويعني ظروف صعبة جدا، واللي احنا بنشوفه خلال اليومين اللي فاتوا وخصوصا امبارح ان انت الحقائق بتتقلب واكاذيب كتيرة جدا، فالواحد ده 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 ده, ده انا سؤال كمية فجر بجاحة، كمية بجاحة غير طبيعية يعني بأمانة. وتصريحات مسؤولين غير طبيعية ومنظمات دولية اكتشفنا في الاخر، عارف انت كله كده، كله كده كبيرة. فاكر الليلة الكبيرة بتاعت العرايس دي؟ اتاري بيلعب أيوة المنظمات دي عبارة عن عرايس كدابين. يعني محكمة الجنايات ده، محكمة الجنايات الدولية دي تحكم على الغلابة، يعني لو كان مسؤول ضعيف تحكم عليه. هي وصلت للسوشيال ميديا نفسها، انت النهارده اي حد بينزل محتوى على الفيسبوك على الانستغرام يحذرك الريتش يقل او يلغي لك يخفي لك الفيديو. ده نجم كبير من نجوم الكوره في العالم باتريس ايفرا طلع اتكلم شخصيا هو على الموضوع، اللي هو ما الفيديو بتاعه ويختفي وما يبقاش، هو راجل طالع بيدافع عن مال، فين بقى حقوق الانسان اللي بتتكلموا فيها ولا حريه ولا والحريه بتنجانيه ولا الكلام. الموضوع يعني مرتب، احنا بقى لنا 75 سنه بنعاني الصراحه من الموضوع. 75 سنه في يعني الكيان المحتل ده موجود، هو ما كانش له وجود قبل كده طبعا. ما بايدن طلع قال لك ايه من سنين، بايدن اصله حاجه و80 سنه فمن 20 سنه كان حاجه و60، يعني طلع قال لك ده مشروع امريكا، يعني اسرائيل دي لازم يفضلوا يحافظوا عليها كده عشان ده مشروع امريكا في الشرق الاوسط، ده المشروع الامريكي في الشرق. ليه؟ عشان يظل الشرق الاوسط ملتهب، فيبقى داعي طول الوقت ان الغرب والامريكان يتواجدوا بجيش بقى بقواعد عسكريه، بيبيع لك سلاح، يجي ياخد البترول هو بتاعك، هو يجي ينهب ثرواتك، يجي الدول العربيه. ليه؟ ما هو عشان كده عمل يعني هو هذا مشروعه. هو حطك في نص الدول العربيه اللي هي بالنسبه له الشرق الاوسط كله، حطه في وسطهم، يعني في وسط طبعا الدول. امال ايه اللي هيجيبه؟ عشان يقول لك اصل العراق فتلاقي ما يدمرها، سوريا طب لبنان. سوريا يدمرها، طب اليمن يدمرها، طب حتى لبنان مؤخرا وفلسطين، طب وليبيا والسودان، طب الدور على مين؟ يعني الدور على مين؟ انا شايف ان عشان هذا الكيان الشيطاني اللي موجود في وسطين. طبعا هو لازم وقفات قويه جدا. بس عايز اقول لك على حاجه، بس هل الفجر يوصل تضرب مستشفى؟ لا، الفجر الاكبر ان هو من الصبح النهارده بيقول لك لا ده مش هم ضاربين، احنا ضاربين نفسينا من حركه الجهاد او حركه حماس او ايا كان. فاللي هو انت حتى بتتلعب بعقولنا، انت فاكر ان انت بتكلم ناس ده البول ده مين؟ يعني ما فيش البول ده مين كمان؟ ده رئيس اكبر دوله في العالم المفروض يعني لا، احنا لازم نبقى عارفين. يعني انا بشوف اهم درس خدناه في الموقف ده العورات اللي اتكشفت، ان دول كدابين، ما تصدقهمش، ما تمشيش وراهم في حاجه، كل كلامهم كذب. حتى ما يبقى عايز حاجه من مصر ويقول لك حقوق انسان والكلام ده كذب، هو مش عايز مصلحتك انت، هو عايز يولع في بلدك، عايز يعمل لك مشكله داخليه. كده موقف فانت لازم كلنا نبقى عارفين. الرئيس النهارده كان قوي جدا طبعاً. في تصريحاته كانت قويه جدا جدا جدا، ويعني كان واضح تهجير لسينا لا، ان الشعب الفلسطيني يتحرك من مكانه لا، هذا الكلام غير مقبول اصلا مناقشته، هذا الكلام الفارغ يعني. وده صح، لان الفلسطينيين لهم بلد بيحافظوا عليها وبيدافعوا عنها. ما قال لك انتوا عايزين تهجروهم، بتقولوا هنعمل دوله فلسطينيه لمين؟ ما انتوا بتمشوا الشعب وبتسيبوا الارض، يعني دوله لمين؟ بتضحكوا على مين؟ هو برضه طبعا بيترمي كلام كتير طبعا، هم هي دي السياسه بتاعتهم من زمان، اللي هو بيترمي. انت بتمنع عنه الكهرباء والميه والاكل والشرب والدواء، فهيبقى حله ايه؟ وبتضربه كمان بعد كل ده وبتضربه، حله ايه؟ تضرب ناس عزل كمان واطفال ونساء، هيبقى الحل عنده ايه؟ هتهجره يمشي يروح يجي على مصر يروح على الاردن، هيمشي او هيموت من الجوع ومن القهر. عباده جماعيه كده طبعا، هو داخل في عباده جماعيه. هو الموضوع كله برضه في الاول وفي الاخر لازم توصل تحذيرات شديده اللهجه من يا راجل. وفي الكونغو الراجل لما اتهم ببدا جماعيه وحكم عليه ب 30 سنه سجن،
ليه؟ لكن ده عشان بتاع الكونغو. لا شوف اوكرانيا، حرب اوكرانيا لما بدات، شوف كميه المسانده الاوكرانيه في، هتكلم عن الرياضه بس، في الملاعب، في كل حاجه، روسيا توقفت عن الماتشات، توقفت عن اي مشاركه دوليه، كل الكلام ده. انما انت الناحيه الثانيه لا، انت بالعكس تمام، ده اجل لهم الماتشات كلها، اجل لهم البطولات لا كلها. واللي بينطق يعني، شوف رد الفعل على بنزيما النهارده ده في طلع فرنسا، طالب صاحب شوف الجنسيه، اتنين لعيبه من الجزائر برضو نفس الكلام، الانديه بتاعتهم يوسف عطال وحد تاني، شوف ردود فعل الانديه. فالناس لا ليه يعني، نفسي افهم ليه المنطق ده. انت لو بتكلم على الانسانيه يبقى الانسانيه واحد، شبانة زي سيد زي احمد، انما ما يبقاش مكيالين زي ما بيقولوا، ان انت مع اوكرانيا لا انت ده معتاد عليه، انما فلسطين لا، اشمعنى؟ عشان عرب، عشان مسلمين، هي دي النقطة. فالواحد لا بصراحة عشان المشروع بتاعهم يكمل، هو عشان المشروع يكمل، هو المشروع بتاعه وجود الكيان ده في وسطنا، هو ده المشروع بتاعه اللي هيفضل، اللي هيفضل يحارب عن يا راجل. شفت شفت بعت حاملة الطائرات ده كأنها حرب عالمية. ده غزة. لا وطريقة كلامه النهارده ومقابلته لنتنياهو، لا ده يعني الراجل جاي مساند، جاي مساند. انت جاي تحل، بقولك انا جاي تحل عشان اظهر للعالم تأييد امريكا لهذا الكيان الشيطان. لا يعني بأمانة عموما احنا يعني مساندين الدولة المصرية، تحركات السيد رئيس الجمهورية في كل قراراته، مؤيدين ليه ومتضامنين معاه ومفوضينه في اتخاذ كل القرارات التي تحفظ الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي إن شاء الله. طيب النهاردة الأهلي سافر راح تنزانيا، أنت شايف الماتش صعب؟ أو أنا في مفاجأتين، موديست ما سافرش يعني، أنت متفاجئ؟ بيقولوا عنده برد جامد أو حاجة يعني، كان في تصريح للدكتور بتاع الأهلي أنه عنده برد جامد. أنا امبارح شايفه في التمرين، ده الكلام اللي مكتوب يعني اللي انا قريته يعني، انما في الاول والاخر هو ماتش بس هو مش جاهز برضه عشان برضه اكيد هو ماتش مش سهل بالنسبه للاهلي، اهم حاجه تعمل نتيجه ايجابيه. انا شايف ان الاهلي لو تعادل حتى بره ملعبه هيبقى ده مكسب كبير، هتيجي تكسب هنا الموضوع، انما اهم حاجه ما تخسرش يعني. هناك هيبقى في جمهور كتير، هي الميزه ان التوقيت 60,000 الميزه الوحيده التوقيت بتاع الماتش والملعب كويس، فدي دي احسن بيبقى الساعه 3 او الساعه 2 والكلام ده يعني، الملعب كويس، في بتلعب في اجواء كويسه، فانا شايف حتى في وجود الجمهور عادي، ده الطبيعي ان انت كل الفرق اللي بتلعبها بره ملعبك هتلاقي جمهور موجود يعني. فالاهلي عنده القدره ان هو يرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. كابتن احمد عيد شايف الماتش ده ازاي؟ الماتش هيبقى مش سهل، بس انا شايف برضه اللي هو مش صعب على الاهلي، الموضوع هيبقى بس انت فرقه مش سهله برضه، مش سهله، بس انا هو موضوع خصوصا على ارضه، موضوع التوقيت هيفرق كتير جدا مع الاهلي، وكمان الملعب حلو هناك، كمان الرطوبه عاليه جدا، لو بتلعب بالنهار الموضوع كان هيبقى صعب جدا. انا لعبت في الملعب دوت وعارف الاهلي خسر من سنتين هناك، خسر 1-0 وكان في توقيت الساعه 3 الماتش، الساعه 3 بسبب الاجواء دي كان ماتش صعب. ميكيسوني اللي كان ده بيقول لك ايه، ده بيبو هناك يعني المدرب بيقول لك احنا بنران على ميكيسوني، ما هو الطبيعي هو لعيب بالنسبه له ما هيفرق معاهم، هو كان متالق وكميته راكبه معاه بصراحه، كان متالق معاهم، بس هو كان عامل فعلا موسم كويس جدا، كان كويس صراحة. وحتى في الماتش اللي هو خطف نظرنا كلنا في الماتش دوت، كان كان لعيب مهم جدا في الماتش دوت، بس انا شايف ان الماتش هيبقى على الاهلي، الامور مش صعبه قوي، الاهلي يقدر يعدي كمان من الماتش. اتفاجئت لما مودست استبعد يعني، انا شايف انا يعني هو بالنسبه لي مش المفاجاه في اللي هو يستبعده، عشان هو لعيب جايبه عشان يستفاد منه ويبقى موجود، مش جاهز، واضح انه مش جاهز، مش جاهز، بس هو اداله في ماتشات كتير، فالطبيعي المفروض يبقى جاهزيته عالية تعان قبل ما جه، فخلاص انت بطلعه في ماتش برده مهم زي دوت، هيبقى في علامه استفهام يعني. انا شايف ان طبعا مفاجاه اللي هو يستبعده يعني. يفرق صلاح محسن رجع، يفرق مع كهربا في الهجوم، بس الراجل يعني خبرتنا معاه الفتره اللي فاتت ما بيرجعش لعيب من اصابه بيلعب على طول يعني، بس مش غيره هو كهربا، لا عادي ممكن يلعب كهربا، ممكن يلعب بيرسيتاو ولعب حد تاني ناحيه الجناح، فدي حلول، وهو لعب ماتشات كتير بطهر جدا حتى قبل كده في روما لعب، وعنده لعيبه كتير تلعب في الحته دي، انما مبدا ان هو يبدا بصلاح ما اظنش يعني، دي بعيده شويه يعني. طب في كلام انه كريم الدبيس ممكن يبدا الماتش ده،
انه علي معلول جاي من رحله طويله وهيقيسه بكره في التمرين بس يعني. علي يعني الماتش الاخير ما لعبش، فهو يعني طب سفريه 12 14 ساعه دي ما بتفرقش. اه اصل ده طبيعي يعني، خلي بالك انت جاي من اليابان، فانا شايف ان علي انا بتكلم في حته الاجهاد تفرق السفرات لا ان الطويله هو ما دي. لعبش المباراه، كانت هتفرق جدا لو لعب المباراه وسافر يعني، دي كانت هيبقى دي مجهده عملت جدا. البالانس انه ما لعبش. ان هو ريح من بعد المباراه الاولى، فانت بتتكلم في 3 4 ايام، فشايف ان هي عاديه يعني. وبس يلعب يلعب طبعا، يقدر يلعب الماتش يعني. يلعب وياخد لو خد 50 60 دقيقه ده كويس جدا يعني. امام بعد الاصابه اعتقد هيقعدوا على الدكه، مش هيبدا بيه. هو بالنسبه برضو لاجواء الماتش هو ممكن ما يستعجلش عليه، ويبقى موجود مع الدكه يعني بالنسبه له كورقه، وهو الماتش ممكن يبقى محتاجه مثلا في نص ساعه الاخيره يعني. الماتش الجاهزيه مش هتبقى 100% طبعا بعد العوده من الاصابه والراحه الفتره اللي فاتت، شايف اللي هي حتى كمان الاصابه مش عضليه، فالموضوع مش صعب يعني، حتى ممكن يبدا عادي يعني، بس ما يدوش المباراه كلها طالما الموضوع مش اصابه عضليه يعني، ولا ركبه ولا الحاجات دي كلها، الحاجات اللي هي الكدمات والاناكل والحاجات ديت عادي ممكن تلعب عليها بشكل كبير يعني. كابتن سيد هتنقل الاول، تقولي توقعك لنتيجه الماتش عشان خاطر نقفل الفايل يعني بتاعنا بقى. ممكن تعادل 1-1. 1-1 كابتن احمد. انا بقول الاهلي هيكسب الماتش. هيكسب الماتش هناك 1-0 مثلا، 2-1 ممكن، 1-0 1-0 تمام. طيب كنت هسألك عن تصريحات فيتوريا، ويوجه تصريح عامل بوست للشعب المصري العظيم، وانه الان اصبح عندك منتخبا قويا، وان ولا انا يمكن انا بنفس انا ما اعرفش يعني، ربما يكون عندي انا برضو الجين بتاع النفس انا، وانا ما اعرفش برضو قولوا لي يعني انا بنفس ولا لا. انا بحس بمبالغه يعني، هي انا مباراة عندي احساس كويسة. لا ماشي، بس انا عندي احساس منهم بالمبالغه يعني. انت عملت ماتش كويس يعني احنا اشدنا بيه، بس يا منتخب مصر عمل ماتشات كويسه كبيره يعني كتير قد كده 20 مره يعني. انت مش منتخب قليل اصلا. انت ايوه هي دي هي دي مش منتخب قليل اصلا، ده منتخب مصر. عيد جاب لك الخلاصه، لازم تبقى عارف انت اهم منتخب انت مين اصلا. المفترض ده الطبيعي، انت اصلا فرقه كبيره يعني، المفترض ده الطبيعي بتاعي على فكره. ده الطبيعي ان انت تلعب كوره وتلعب ماتشات كويسه يعني، غير طبيعي اللي كان بيحصل قبل كده ان انت تعمل ماتشات وحشه. ده الطبيعي بتاعك ان انت تبقى كويس وتلعب فرق كبيره وتأدي، مش انجاز. خلي بالك برضو ان انت تتعادل مع الجزائر على فكره، على فكره الجزائر حتى توقيتها دلوقتي او التوقيت اللي انت لعبت فيه الجزائر مش من احسن الفرق في افريقيا حاليا يعني. مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده قبل كده قلت خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وهم مش في مستوى عالي بالنسبه لهم كمنتخب. فهي النقطه انت عملت اداء كويس، بس الموضوع ما يكبرش قوي، وفي نفس الوقت اللي انا ما بقيمك بقيمك بعد فتره، فتره من الانجازات، فتره من الماتشات الحلوه، فتره من الفكر الحلو، انما كل مباراه هنقيمها على حسب يعني. اجي اقول لك مباراه تونس هتقول لي لا انا عندي نقص، اجي اكلمك عن الجزائر انت كويس جدا. لا ما يعني خلي يبقى في ايه حاجه وسطيه بين الاثنين. هو انت ماتش تونس اداء مش قوي خالص، ماتش الجزائر ماتش كويس جدا بالنسبه لمنتخب مصر، واداء وروح عاليه وبتلعب 10 لعيبه، حاجات كلها ايجابيه للمنتخب. بس برضه لازم تبقى عارف ان انت منتخب كبير، ده الطبيعي بتاعك يعني. كل ماتش لازم تبقى كده، لازم تبقى اللعيبه بتاعتك ماشيه بشكل كويس، بتأدي اداء كويس، بتلعب كوره على فكره. ما هو دي ده الطبيعي، هو غير الطبيعي ان انت تعمل ماتشات وحشه. بس ده وجهه نظري في النقطه دي. بس انت معايا ان في مبالغه منه، في مبالغه، لان هو حاسس ان انا بعمل انجاز. يعني هنفضل في القصه دي فتره لحد ما يعني كل مدرب لازم وهو جاي ماسك منتخب مصر يبقى عارف ان هو ماسك منتخب اصلا يهمني كبير. انك شايف ان انا شايف صح. طبعا لا طبعا مش بنفسي عشان ما اكونش بنفسك. مش بنفسي. انت حاسس برضو ان في مبالغه؟ لا في مبالغه طبعا، وانا شايف ان هو برضو لازم يوصل له، او هو يبقى عارف ان احنا في هنروح نلعب كاس الامم، لازم يبقى عارف احنا في كاس الامم الاخير وصلنا لايه وكسبنا مين. يعني انت بتتكلم في الادوار، خرجت الفرق اللي خرجتها من الادوار، انت كسبان المغرب وكوت ديفوار، ومغرب والكاميرون، والكاميرون في ملعبهم، بتلعب نهائي خسران لا وانت ما كنتش راضي على المدرب. واحنا ما كناش راضيين، واداء بنقول الاداء مش عارف ده. انا مسكته هنا اهو على على الهاي تيبل تحديدا في الانتروهات يعني. فضلت عشان الاداء، عشان يمشي. وعشان الاداء هو طبعا في مبالغه منه بعد ما خسرنا من السنغال كمان في تصفيات كاس العالم. عشان انت اصلا بتتكلم
انت لو عملت ماتش كويس وماتش جامد انت اديت اللي عليك وعملت شكل كويس وكل حاجه، بس هو ده الطبيعي، هو ده اصلا اللي المفروض يتعمل اصلا، يعني ده في كل المفروض يتعمل. ماتشاتك. لو عملنا حاجه اجمد من كده ممكن نشيد، لكن هو ده الطبيعي، ده بتعمل كده. ما تقوليش اصل انا 10 لعيبه، لا عادي جدا ان انت تلعب 10 لعيبه وتكسب. انت اسمك منتخب مصر، اكبر منتخب في افريقيا عموما، واكتر فرقه، يمكن من اكتر الفرق في افريقيا اللي كسبانه الجزائر. انا بكلمك بقى في رقم اهو، ان انت اكتر فرقه في افريقيا كسبانه الجزائر، فانت الطبيعي جدا ان انت ده الاداء اللي يتعمل والشكل اللي يبقى موجود. وانت عندك، هو الصراحه بدا يدخل بعض الناس او الناس اللي موجوده بدات تستعيد الثقه معاه، دي حقيقه برضه عشان نبقى منصفين للراجل. يعني انا شايف مثلا عوده النني بقى له فتره كبيره جدا بشكل كويس. كل دي ايجابيات طبعا اتكلمنا فيها، بس انا بتكلم في فكره المبالغه. هتقعد تطنطن بقى على يعني عملنا والشعب المصري العظيم عليه ان يفخر. يا عم احنا بنفخر من غير حاجه، احنا عايزين كاس عالم وعايزين نشوف ده في كل الماتشات، وعايزينك تخش. لا وكاس العالم برضه خلي بالك في نقطه برضه، يعني ما تجريش ماتش جيبوتي الاقي المستوى بقى الفني نازل، او في ماتش سيراليون في تصفيات كاس عالم. لا وخصوصا ان انت يعني في اخبار كتيره جدا بتقول ان انت ممكن في بعض الماتشات هتبقى على ملعبك. لا جيبوتي رايح جاي هنا خلاص. طيب سيراليون هم رافضين ملعبهم الاتحاد الافريقي، دي انت عارف الاتحاد الافريقي دلوقتي بقى ليه مواصفات محدده في الملاعب. تمام. فسيراليون برضو غير مطابقه للمواصفات حتى الان. فكان في كلام ان هم يستضيفوا في المغرب الماتش بتاعهم، لكن مش رسمي حتى الان. احنا بنحاول الماتشين يبقوا هنا، هو كسبان اكتر يعني سيراليون لو جينا او جيبوتي بقى كسبان اكتر لانه بياخد تذاكر الجمهور والبث الفضائي والاعلانات. بس انت كسبان ان انت ضمنت اربع ماتشات غير اما تلعبهم بره ملعبك. ماشي ماشي يعني ماشي. ده مكسب يعني اقصد ده لو اتحاد الكوره عمل ماشي، وفي الاخر ما هو منتخب يعني فيتوريا ساعتها ما يطنطنش معانا ان احنا جبنا له الفرقتين هنا. لا لا لكن في الاخر احنا عايزين يكسب. انا بتكلم في ايه؟ يعني لازم يبقى الامور واضحة من الأول، أنا عندي أهداف وإن شاء الله هحققها أيا كانت بقى الطريقة بتاعة تحقيقها، إنما في نفس الوقت ما أحسش إن أنا بعمل إنجاز وأنا لسه ما عملتش حاجة. ما ده قصدي بقى. ده قصدي يعني ما ترتكنش بس على أداء جيد ب 10 لعيبة قدام الجزائر وتحس إن أنت عملت الإنجاز، إنك توصل كأس عالم، الإنجاز إنك تكسب كأس الأمم. هو ده برضه الإنجاز النهاردة، مش إن أنت توصل كأس عالم. أنت هتوصل. هتعمل إيه في كأس العالم؟ أيوه هتعمل إيه في كأس العالم؟ أنت الطبيعي أصلاً توصل كأس عالم. أنت خلاص بعد السهولة اللي فيها المجموعات. لا وأنت بتتكلم معاك برضه، أنت لو جبت ماتشين. مجموعتنا فيها مين؟ أنت لو جبت ماتشين من المجموعة هنا فخلاص أنت مش عايز. أنت عارف مجموعتنا فيها مين؟ أصل حتى لو ما جبتش. لا لا أنت كنت عايز ماتشين من بره ملعبك تكسبهم، فأنت خلاص المجموعة خلصت. إحنا معانا جيبوتي وسيراليون وغينيا واثيوبيا وبوركينا فاسو، دي مجموعات. يعني هو الطبيعي غينيا وبوركينا منافسين. لا الطبيعي بس برضه منافسين من الدرجه الثالثه طبعا. اقصد ان الطبيعي الأولى انك تبقى بتوصل اخر ثلاث ماتشات انت واصل، يعني قبل اخر ثلاث ماتشات المفترض تبقى واصل ولا ايه؟ يعني ده المفترض. انت لو جبت الماتشين دول على ملعبك انت في 12 نقطة. هو خلاص جيبوتي اتفقنا. انت بتتكلم في 12 أعلن نقطة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم معايا. طيب جيبوتي ما بيلعبوش على الأرض. خلينا نبقى متفقين، هو يعني أنا شايف إن بوركينا أو غينيا ممكن برضه ياخدوا ال 12 نقطة، عشان برضه الموضوع ما يبقى يعني حتى لو بيلعبوا. بس قياسا اللي بمنتخب مصر بتكلم احنا. أنا هو أنت منافستك أو الصعوبة ماليش دعوة. ماليش دعوة. ماليش دعوة. غينيا بره وماتش بوركينا بره. أنا بكلمك هنا أنت هتكسبهم. أنا بقول إن هتكسب بوركينا هنا، هتكسب غينيا هنا، هتكسب اي حد من المجموعه. طب احنا عندنا منتخب قوي يكسب بوركينا بره. أيوة. يكسب غينيا بره. انا بقول لك هي الصعوبه هتبقى في كده. انت ما تعرفش ترتيب الماتشات، الجدول، مين انت كسبان ايه، او بتلاعب مين الاول. ممكن تتعثر في الاول بتعادل بره ملعبك، تلاقي فرقه تاني ماشيه بشكل كويس والجدول خادمهم. بس هو ده اللي انا بتكلم فيه. يعني عموما احنا داعمينه، لكن يرجى ما بقاش فيه مبالغه. شفتوا التويته بتاعت صلاح؟ قصدي الفيديو بتاع صلاح؟ طبعا. لو احنا بنتكلم كده يا جماعه عيدوه لنا تاني. طبعا فيديو مهم، لان المسانده في التوقيت ده مطلوبه من كل الناس، وخصوصا لما تبقى بنجومين صراحه وليك تاثير كبير جدا، مش تاثير داخلي في مصر، تاثير عالمي. فانا يعني بشوف ان هي حاجه جيده، واتمنى يكون ليها اثر كبير جدا وليها تاثير كبير جدا بره مصر ان شاء الله. لك رأي في الكلمة بتاعت صلاح؟ طبعا الفيديو. هو ده اللي كنا بنتكلم فيه او الناس بتتكلم فيه، ان الكلمة اهم من الدعم المادي بالنسبة لي في الوقت دوت. في ناس كتير بتتبرع بدعم مادي، هو طبعا يشكر على الدعم المادي، لكن الكلمة ديت
طبيعة تبقى كلمة مؤثرة من نجم العرب الأول، نجم العرب التاريخي. أنا بكلم على محمد صلاح، إحنا عندنا يعني الناس عندها يعني واخده قدوة بالنسبة لهم، إن هو الفخر العرب واللي هو رقم واحد عربيا في حتة في الدوري الإنجليزي أو في الكرة عموما. فالناس عندها يعني كانت محمله صلاح، مش عايز اقول فوق طاقته، لا هو الطبيعي اللي هو يطلع يتكلم ويطلع يقول ويطلع يقف مع الشعب الفلسطيني ويقف، لان القضيه يعتبر زي ما هي قضيه الشعب الفلسطيني هي قضيتنا، هي قضيه كل العرب، وهو كممثل للعرب كان لازم الكلمه دي تطلع منه. وان كنت طبعا انا بشكره على الكلمه، بس ان كنت بتمنى ان الكلمه تبقى اشد من كده شويه، يعني عشان ابقى صريح، يعني عشان ما ابقاش طالع انا بتكلم واقول اصل انا مبسوط قوي، لكن انا بشكره طبعا، بس ان كنت انا كنت اتمنى ان اللهجه تبقى اشد من كده بشويه. طيب انت عارف ان في نجوم شافت الفيديو عملت له لايك، زي هندرسون كان زميله السابق اللي راح السعوديه، زي ارنولد، زي ماكاليستر، ودي بقى ميزه ان صلاح يتكلم. انت بتتكلم دلوقتي داخل مثلا في 70 مليون او 75 في مليون، ما كملتش ساعتين على تويتر 75 في مليون شافوا الفيديو. هتكلم في رقم انت هتوصل لبكره مثلا ممكن تعدي 200 مليون بني ادم شاف، او ربع مليار شاف الفيديو وشاف الكلمه بتاعتك. هو ده التاثير اللي هيفرق مع الشعب الفلسطيني ومع اهل غزه في الموقف اللي هم فيه، وادانه للناس كلها، ويوصل الكلمه بتاعته. أنا محمد صلاح هو من أول يوم هو سجد في الملعب، في ملعب قدامنا بعض يعني من أسماء النجوم اللي عملت لايك للفيديو بتاع صلاح. يعني بقول لك محمد صلاح كان بيلعب في الدوري الأوروبي مع بازل، وجاب جول، أحرز جول في فرقة في تل أبيب، وسجد هناك. يعني أنت وكنت موجود كان موجود في المسجد الأقصى ومتصور هناك، فأنت الناس محملاك شوية، بس هو الناس عندهم ثقة كبيرة فيك وكانوا بيأملوا دوت منك يعني. بس لا يجب برضو ان احنا نزايد على صلاح، يعني احنا ممكن تقول اتاخرت ليه، لكن الناس كانت في ناس بتزايد عليه، وان هو يعني مش في دماغه بقى العروبه والوطنيه. لا هي مش مزايده على قد ما هي بيبقى نفسك حد انت بتحبه يكون بيتكلم بلسانك، لان انت عارف ان لسانه هو اللي هيوصل كلمته. كل ده جائز، بس ما حدش يشكك فيه، هو ده قصدي يعني. وانا اللي بسطني في الموضوع ان هو طلع يتكلم فيديو. يعني هو يمكن من القليلين اللي كلموا فيديو. ما بقول لك هو طلع يتكلم، مش مجرد بوست يعني. لا هي النقطه المهمه ان المتحدث بتاع يعني كلمه صلاح بتفرق عن ناس كتير طبعا. كل الناس اتكلمت، انا بقول لك 75 مليون في ساعتين. انت تاثيرك هنا جوه كلنا بنكلم بعض، انما صلاح الناس بره العالم كله بيشوف، العالم كله بيشوف، والعالم كله بيصدقه، لان هو عنده برضو ربنا اداله نعمه كبيره جدا ان هو محبوب تمام بره، والناس حطاه ان هو قدوه. فانا شايف ان كلمته يعني الحمد لله حتى لو متاخره شويه، بس كلمه مهمه. اتمنى ان شاء الله ان نشوف تاثيرها خلال الايام الجايه، لان انت زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه ان في اكاذيب من بره كتير جدا، فكان لازم حد يعني يعمل التوازن بين الحاجتين، يبقى حد يتكلم بلسانك وحد قوي يكون كلمته مسموعه. طيب احنا كده خلصنا الفقر، انت معانا بكره ما تمشيش جوه في فوق. كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا، ونشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. كده فقرتنا انتهت، عندنا الفقره الجايه مع شخصيه مهمه جدا، احد رموز نادي الزمالك اللي بجد. ولما بقعد هنا في الاستوديو واقول لكم يعني جماله عموميه، يجب ان تختار اللي بيحب النادي بجد، واللي قلبه على النادي بجد، واللي هيسعى لاستقرار النادي بجد، واللي هيشتغل على إعادة النادي للمكانة الطبيعية بتاعته بجد، ده واحد منهم يعني. وطبعا مش هيخوض الانتخابات ولا حاجة، لكنه أحد رموز نادي الزمالك، وكان ليه باع كبير في مجلس الإدارة في أوقات سابقة، وتحققت في وجوده بطولات مع نادي الزمالك في مختلف اللعبات. الدكتور إسماعيل سليم، أحد رموز نادي الزمالك، بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مع فقرتنا الزمالك
ينتخب. النهارده الفقره مختلفه عن كل الايام اللي فاتت، لان الضيف اللي معانا النهارده مش مرشح في الانتخابات لكنه مؤثر جدا في الانتخابات لكونه احد الرموز الموجوده الان في نادي الزمالك، والحقيقه كلمته مسموعه، وهو يعني عاشق لنادي الزمالك، وزي ما بنقول دايما ان النادي الان يحتاج فعلا الناس اللي بتحبه والناس اللي عاشت عمرها جواه والناس اللي بتسعى وتتنحى عن اي مصالح شخصيه لاجل ان يعود نادي الزمالك لمكانته الطبيعيه. وانا ببقى حريص اقول كده، لا بقول انتشال الزمالك ولا بقول ان هو رفع شان الزمالك، الزمالك شانه مرفوع كده كده غصب عن اي حد، هذا نادي له تاريخ عظيم ولجمهور عظيم وله مكانه عظيمه وكل حاجه، بس محتاج كتيبه تعيده مره اخرى الى مكانته العاديه والطبيعيه. معنا الدكتور اسماعيل سليم احد رموز نادي الزمالك، ويعني نائب رئيس النادي الاسبق وتاريخ طويل جدا في النادي وبطولات كثيره جدا تحققت، وانا صحفي صغير كده كنت غطيت الزمالك والاهلي واتحاد الكوره والمنتخبات في الفتره اللي انا كنت بغطي فيها الزمالك، انا الدكتور اسماعيل من المسؤولين في مجلس الاداره. ازيك يا دكتور؟ ازيك انت حبيبي؟ ازي اخبارك علي النائب؟ الله يخليك يا دكتور، عامل ايه يا جميل؟ والله كله تمام الحمد لله. والله الايام القديمه بتعود وبتعود فاكر الايام الحلوه. الله يخليك يا دكتور. مش عاوز اقول لك يعني ايه الورود والياسمين والفل وكل الاشياء الجميله النهارده في نادي الزمالك. رغم ان احنا النهارده كأمة عربيه بتمر بتئن دلوقتي بشيء مش بتئن مرارة، ده بتنزف الدم على ما يحدث في غزة وفي فلسطين العربية، ورغم كل الكلام اللي فات النهاردة الوضع مختلف تماما. النهاردة يا في فلسطين يا مفيش فلسطين. مظبوط. يا الشعب العربي والإسلامي يتكاتف ويقوم. مظبوط. قومة رجل واحد. مظبوط. احنا بنهتز القدس، بتهتز العالم الإسلامي يا جماعة بيهتز، وإحنا قاعدين كلنا بنتفرج على ما يحدث من مذابح، ولا مذابح دير ياسين ولا الأشياء اللي فاتت دي كلها، ده هو بيحاول يخلص على الباقية من فلسطين وأهل فلسطين. سيادة الرئيس النهاردة أنا شايف إنه بيضغط، مش بيضغط بسهولة، ده عنده مفاتيح كتيرة جداً غير معلنة للشعب إنما مرمية. إحنا في عندنا اتفاقية سلام، ما ينفعش يبقى في اتفاقية سلام وفي مذابح بتحصل في غزة، وللأمة العربية والأمة الإسلامية والأمة المسيحية على ما يحدث في غزة. يا جماعة دي تصفية جسدية وتصفية للقضية الفلسطينية. فأنا كواحد صغير جداً من الشعب العربي والشعب المصري والشعب الإسلامي، ونقف كلنا في ظهر السيد الرئيس، وما يحدث الآن لم يحدث من قبل، لأن ده اختبار، يا تكون الأمة الإسلامية وفلسطين لا نكون، وده المشوار اللي لازم كلنا ندافع عنه، ندافع عن هذا الكيان، ندافع عن فلسطين، لأن احنا جزء من فلسطين. النهاردة لما تيجي تبص على فلسطين، فلسطين في تناسل بينها وبين كل الشعوب الإسلامية والعربية. مظبوط. وإذا كان النهاردة في فلسطين في غزة 2 مليون و2، في برة غزة النهاردة ملايين الفلسطينيين المشردين لاجئين في كل حتة، اللي النهاردة إسرائيل بتقول لك بدافع عن كيانها. كيان مين ده؟ أنت بتخلصي على كيان بلد ودولة أنت احتلتيها. إذا كانت حرب 73 أنا أعتقد إن إحنا النهاردة الحرب السياسية في قوة حرب 73، وفعلا إن عدتم عدنا فلسطين عربية وما بقي منها لا يمكن يضيع كده هباء. وأنا يعني من جوايا مش حزن، دم وكل يعني شيء يحز فيا من احداث الغير ادميه الغير انسانيه الغير، ويقول لك حقوق انسان، اين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان ان انا اختلف مع واحد في مصر تيجي تقول لي اختلاف الراي دي حقوق انسان؟ والمذابح دي كلها حقوق ايه؟ لا مؤاخذه يعني مش حقوق انسان ولا حقوق حاجه تانية؟ ولا احنا عرب لنا شكل وهم هناك لهم شكل؟ لا، يا حتى انا بناشد كل البلاد الحرة، وعلى فكرة لما بتفتح القنوات
وبتشوف في امريكا وبتشوف فرنسا والمانيا كله في مظاهرات على المذابح. المظاهرات دي اسمها مظاهرات الإنسانية والدفاع عن الإنسان. احنا النهاردة بندافع عن إسرائيل إذا كان بالناحية السلام، إنما لازم إسرائيل تحترم وجود الفلسطينيين أصحاب الأرض، ويا رب يعودوا أهل فلسطين وتعود الوضع اللي هو عليه. وبعدين ده يعني اقل شيء انت بتمنع ميه وكهرباء وهواء ما للتهجير. ما هو هذا موقف مكشوف واتكلم عنه النهارده السيد الرئيس. انا بقول ان هذه الفكره غير مقبول مناقشتها اصلا. بالظبط. ان فكره بس التهجير لسينا وفكره اللي يعني اللي بيفكر كده يعني ده مش فاهم، ده وبعدين ما يعرفش كمان الشخصيه المصريه. يعني اللي يفكر في كده هو لا يعلم ايه هي الشخصيه المصريه. بالظبط. انا اللي انا عايز اقوله، الكلام اللي احنا بنقول النهارده ودفاعنا عن فلسطين ده يحفظ حق اليهود في انهم يبقوا موجودين في هذا المكان. احنا مش بنقول لهم بره، لا، لازم توقف عشان ما تطلعش بره، لان النهارده مش هيسمح. اذا تصاعدت الامور والله قسما بالله العظيم ستكون في غير صالح اسرائيل. كل ما يصعد اليهود الحرب مع الاسلام والمسلمين والمسيحيين وفي غزة، مش احنا بس، العالم كله هيقف ضد المكان ده وضد الاسلوب بتاع نتنياهو. نتنياهو انت يعني بعيد عن كلمة انك انت انسان وتشعر بالاخر، زي ما انت شعرت باهلك اشعر بالاخرين. وبعدين انت رئيس دولة ولا رئيس وزراء دولة، هي تخطط حدود الدفاع عن النفس، مش دفاع النفس، تخطط كل شيء، ده مخطط ابادة عرقية جماعية واضحة. بالزبط. يعني ما فيهاش هزار يعني. وبعدين في حد يتوحش لدرجة انه يضرب مستشفى اي فيها جريح؟ ضربوا قبل كده بحر البقر، مدرسة بحر البقر طبعاً. وضربوا مصنع ابو زعبل، وضربوا 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 قبل كده حاجات كتير من 48 لغاية دلوقتي. النهارده ما يحدث في فلسطين يعني ربنا يكون في عونهم وفي عوننا احنا، لان احنا بنتألم زيهم. احنا عايشين المأساة من 48، عمالين كل شوية نزود. احنا داخلين دلوقتي من 48 لغاية دلوقتي داخلين في حوالي 80-90 سنة. مظبوط. يعني يا عالم يا حر، اقفوا جنب الحق وجنب الإنسانية وجنب شعب غزة والتاريخ لا يرحم فلسطين. والتاريخ لا يرحم يعني. بالظبط. لا يرحم مين اللي هم في السلطة؟ مش الشعوب طبعا، الشعوب فاهمة ومتعاطفة، انما اللي في السلطة صاحب القرار بكرة هيتقال عليه انت كذا وكذا وكذا. تمام. ربنا يحفظ فلسطين وارض فلسطين الأمة العربية، الأمة العربية والإسلامية طبعا، ويا مصر ويا عالم، كلنا جهاد من اجل هذا، من اجل الاسلام والمسيحية واليهودية. احنا معترفين بكل الاديان وده ديننا بيحسنا على ذلك. فما يجيش النهاردة هم يعملوا في الكلام اللي هم بيعملوه ده، انا بصراحة يعني دول خارج الشعور الديني والانساني وكل حاجة. وطبعا يعني كلنا بنساند السيد الرئيس في قراراته وفي خطواته للحفاظ على الامن القومي المصري طبعا والعربي باكمله. بالظبط. تمام. بالظبط. دكتور اسماعيل، انتخابات الزمالك شايفها صعبة؟ شايفها ايجابية؟ شايف المنافسة قوية؟ شايفها ازاي؟ اول شيء انا يعني بشكر ربنا ان عادي الزمالك لاعضاء الجمعية العمومية وابنائه ورموزه. عندك الاحساس ده؟ طبعا. انا كل ما بروح النادي دلوقتي بفتخر ان انا بقعد في النادي وبقول للناس يا جماعة القعدة اللي احنا قاعدينها في النادي النهاردة تسوى ملايين الملايين. احنا قاعدين عشتها سنين قاعدين في بيوتنا، عشت الاعداد دي سنين قاعدين في بيوتنا. احنا كنا معتقلين برا البيت، انت عارف، زي النهاردة الغزة معتقلة في الحتة اللي احنا كناش بنخش النادي، فكان الاعتقال برا النادي مش جوه النادي. والنهاردة لما بقعد وبشوف محمد وبشوف إبراهيم وبشوف اللي موجودين وبنعود للأيام الحلوة، ما عندكش قد إيه الفرحة اللي داخلة جوانا والسرور اللي داخل جوانا. وعشان كده أنا بقول لك الانتخابات دي تجيب اللي تجيبه، بس تجيب ناس ملهاش دعوة بكل المجالس السابقة. لأن أنا النهاردة بقول إن الزمالك بيعبر من انتكاسة
الانتصار ان شاء الله في الفترة اللي جاية بقيادة اي مجلس يجي. بس انا كاسماعيل سليم وبقول هذا الكلام جوه النادي واقف ضد اي واحد السابق. يكون المستقبل المجلس السابق بيدعمه. اي حد هيكون وراه مرتضى منصور انا ضده جوه النادي وبعلنها. لكفايانا ما حدث مش ليا ولا للاستاذ محمد ولا للاعلام ولا للجماهير ولا للاعضاء ولا حاجه، لنادي الزمالك. احنا اولاد نادي الزمالك ولا بد ان نحافظ عليه. نحافظ عليه ازاي؟ بان احنا ننتخب فعلا مجلس اداره على مستوى كويس جدا، ولا نختلف قد ما يكون هناك حوار، ولما يبقى في حوار بيننا بنصل للنتيجه اللي في صالح النادي. بالظبط. ليه؟ عمرنا ما شفنا حوار قبل كده، لا في مجلس الاداره ولا بين مجلس الاداره والاعضاء ولا بين فين المكتب التنفيذي قبل كده ولا موجود. فين كل عضو له رؤيه وله راي؟ بتتكلم على اخر 10 سنين دلوقتي. فين كلنا؟ وانا باكد لك الفتره اللي فاتت لا كان في مجالس اداره ولا اجتماعات مجالس اداره ولا قرارات مجالس اداره ولا اي شيء تمت لمجلس الاداره. وعشان كده بطالب طبعا نمره واحد ان احنا نرفض الميزانيه بتاعه المجلس السابق. بنرفضها ليه يا استاذ محمد؟ بنرفضها عشان تروح للجهه اللي تقدر تحاسب على المخالفات السابقه. المخالفات السابقه ايه؟ تروح النيابه بقى، تروح فين، او يطلعوهم لا دول براء نرفع ونعظم، يبقى احنا كنا ظالمينهم. انما لازم يحصل هذا الكلام عشان كل واحد ياخد حقه. ما احناش بنظلم حد، انما بنقول القانون هو يجيب ايه حق نادي الزمالك. اللي بيقول لك بقى مليار ومش عارف ايه، ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا عاوز الواقع، الواقع بالورق وبالمستندات. طب بعض الناس بتسال كانت تصورت ان انت ممكن تنزل انتخابات يا دكتور. انت فكرت؟ وحصل. فكرت؟ لا وحصل وفكرت ولقيت ناس كتير، وفي ناس طلبت منك ولغايه دلوقتي ناس كتير، يعني مش انت كان زمان النهارده ان قلت لهم والله انا بالنسبه ليا وبالنسبه لرايي ان المرحله بتاعه الوقت ده عاوزين وجوه جديده وعاوزين ناس جديده وكوادر تقود الزمالك. انما انا موجود عاوز يستعين بيا في الحاجات التنفيذيه في الاستشارات انا وغيري، يعني ليه؟ احنا نقدر نضيف. انما ده كان قراري رغم ان البيت عندي وكل الناس ضغطوا عليا ان انا انزل، انما في الاخر انا تمسكت بقراري ان نفسح المجال، وده اللي انا عاوزه في الفتره اللي جايه. احنا ما عندناش كوادر يا استاذ. يعني انت لما تبص النهارده تقول مع احترام لكل الناس مش دي الساحه بتاعت الزمالك. يعني كواجهه في حاجات كتير راحت في السنين اللي فاتت، انما احنا بندي للمرحله دي. ومن هنا انا بناشد ان كل الاعضاء اللي فوق السن او تحت السن لازم نحتضنهم ولازم نخليهم كوادر اداريه لمرحله قادمه ان شاء الله. وعندنا ناس في المراكز الكبيره اللي هيحالفوا الحظ اهلا وسهلا وكلنا معاه، واللي لم يحالفوا الحظ لازم استفاد بيه، لازم اجيبه واستخدمه في اي حاجه تفيد نادي الزمالك. انا بقول في الفتره دي انت سالتني السؤال ده، وعشان كده انا بقف الناس بتستغرب، بروح اقف مع القايمه وبدعم القايمه وبقف اتكلم كلام حلو على كل القايمه، ويلاقوني تاني يوم واقف مع المستقلين وبدعو للمستقلين وبدعم ده وبدعم ده. فبيقول لك ايه ده؟ ازاي هو مع القايمه وازاي هو مع المستقلين؟ انا لا مع القايمه ولا مع المستقلين، انا مع نادي الزمالك في انه يختار، بس انا بدعم الناس كلها للوجوه دي تطلع. وعشان كده بقول ربنا يكرم ويجي مجلس اداره ان شاء الله ان شاء الله كويس في الفتره اللي جايه. بس احنا كناس مش عاوزين القديم يرجع بمشاكله بكل صعوباته وكل الكلام ده. فاحنا عندنا دلوقتي في الرئاسه، يعني انا بتكلم بمنتهى الامانه، انا يهمني جدا واحد شخصيه زي حسين لبيب انه قدر
يعمل حاجة كويسة في فترة 8 شهور، وهو شخصية محترمة وأخ عزيز وأخ صادق جدا في الحتة دي. ده اختيار أنا كاسماعيل من وجهة نظري، إنما ده لا يقلل من الكابتن فاروق جعفر وشعبية الكابتن فاروق جعفر وجماهيرية الكابتن فاروق جعفر. إنما أنا لما بقول لحاجة بقول لكل واحد مواجهة، أنا مش معاك عشان خاطر أنت مع فلان بيدعمك، لا ما بيدعمنيش، لا بيدعمك. مرتضى بيدعم فاروق، بيدعم خالد لطيف، بيدعم مقلد، بيدعم سيد متولي، بيدعم، فكل الناس أنا بواجه نفسي حتى لا نعود للماضي. باجي في نائب الرئيس، في واحد اتظلم ظلم كبير جدا، وراجل كان عضو مجلس إدارة قبل كده، وكان في نفس الوقت نائب الرئيس ضد أحمد مرتضى منصور في وجود مرتضى منصور رئيسا للنادي في هذه الانتخابات، وكان أحمد جلال إبراهيم نازل نائب رئيس، هم كانوا ثلاثة، فكون ان هو ينجح وأحمد جلال ينجح وأحمد مرتضى يسقط ووالده اللي هو كان رئيس النادي مرتضى ينجح، فده بيدل على ان الراجل ده صاحب شعبية كبيرة جدا، صاحب مجهود كبير جدا، ونجح بدراعه في الوقت اللي كان كل الناس ضد المجموعة الاخرى اللي هي مش مع مرتضى منصور. هذا البني ادم تعرض لشيء وحشي، وانا تعرضت بس انا ما بقولش على نفسي، انما هذا البني ادم لم يمارس صفته نائب الرئيس ولو ليوم واحد، ومن اول يوم قال لك لا او مش عارف ايه وقصه، وطلع بره النادي حتى ما يمكن ما قعدش اجتماع. فانا بقول ان في 3-4 اتظلموا، على الاقل نرد اعتبارهم قدامي. بتتكلم على في نائب الرئيس على هاني العتاب، انا بتكلم ما حدث، وهو تقديرا للنادي واعضاء النادي، وابتعد وقت ما نجح بالظبط، مرضيش يبتعد، كان ممكن يروح النادي وياخد ناس ويتخانق ويعمل، يعني كان ممكن يعني يعمل كده، ما عملش اللي الواحد عمله زمان يعني، انما هو خد الطريق القانوني، وعشان كده الناس متعاطفه معاه انه بالقانون وبدون اي شيء. له شعبيه كمان في النادي، ليه شعبيه كمان في النادي كبيره جدا، وهذا لا يقلل من وجود هشام نصر، شخصية محترمة جدا وشخصية لها قيادة في النادي الزمالك، وهيفيد ويفيد في حاجات تانية عادي. وانا بقول وانا هشام نصر ده ما يتسابش، يعني اذا لم يوفق يبقى لازم موجود معانا، لازم يبقى له اشياء، لان عاوزين كل الناس تبقى موجودة. انت حضرتك بتقول دلوقتي كل من يحب الزمالك يساند الزمالك ومجلس ادارته ويقدم خدماته، واللي بره سواء جوه او بره بالظبط. وعشان كده انا بقول يعني استاذ محمد الاتربي شخصيه كانت ومارس، هو مش موجود اهو، لازم نجيب. يعني في برضه عندنا في امانه الصندوق، انا مثلا ليا اخ وصديق عبد المجيد سليم، وربنا يعني يوفق كل الناس، بس انا ليا وجهه نظر ان في محمد الماوي راجل عنده فكر، عنده شيء، عنده شركات في البورصة والأشياء دي، وقعدت معاه أكثر من مرة، وبعدين هو له تاريخ برضه في نادي الزمالك، عمه كان الدكتور محب الماوي من أعمدة نادي الزمالك، هو كان لاعب تنس في نادي الزمالك، وبعدين مسك طاولة رئاسة تنس طاولة، ومسك رئاسة الجهاز، وراجل ده كان في عهدك يا دكتور؟ كان لا بعدين. وساهم كثيرا مع النادي في حاجات كتيرة، يعني ما شاء الله، زي بالظبط برضو هاني في اي وقت مساهم. ده هاني عمل في النادي في الفترة الاولانية اللي هو كان مع ممدوح عباس اللي هو 2009 مع ممدوح عباس، عمل جيمانيزيوم عالمي، ومع ذلك جه واحد النهاردة عشان ما يبقاش اللي عمله فلان هده. المفروض انك بتبني عليه، بتزود عليه، يعني ما جيش انا النهاردة امسك النادي واطلع بقى ده فطس في دي ودي 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 عشان خاطر اقول ايه هيبتدي من هنا التاريخ، لا انا لازم ابني على ما هو في النادي دلوقتي. وبنشكر مرتضى اذا كان ضاف حاجة بنشكره على الاضافة، انما بنقول هو عمل حاجات تانية زيها ايه. انا بتكلم كده ليه، مش عاوز اخوض في حاجات كتيرة، لان برضو حسام المندو اضافة كبيرة جدا، بس انا دلوقتي زي ما انت شايف القضاء القضية يعني يعني وهو يعني مفترض انا مع حسام
لو هو موجود، ومع الماوي في عدم وجود حسام. وبطالب برضو الناس كلنا ندعم في شكل واحد عشان الثلاث مراكز دول مهمين جدا 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 في الفترة اللي جاية. كنت بتتكلم على الكابتن حسين، هاني العتال، الماوي من وجهة نظر بالظبط. في العضوية برضو يعني مش عاوز اقول لك انا بالك ده رأي الدكتور اسماعيل، انا والله ما اعرف انه هو هيتكلم في ايه، احنا اتفقنا انه لا 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 انا بتكلم اصلا يعني انا راجل بواجه الناس. يعني مش هقول ان انا ما قلتش لفاروق ده، لا ما ينفعش اجي اقول هنا على فاروق وانا ما بقولوش، لا بقول، وهو طبعا بيقسم ان هو مش مع فلان وفلان، بقوله لا. نفس الكلام بقوله مع خالد لطيف. طب انا مع حب خالد لطيف وقالك لطيف وابراهيم لطيف ومحمد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو نادي الزمالك يعني فعلا يعني انت شايف الصوره صعبه زي ما الناس شايفاها كده؟ لا. بالنسبه لنادي الزمالك لا، الا اذا رجعت ديول قديمه، وعشان كده انا تلاقي اتجاهي في عوده الديول القديمه ضد اي حاجه من مجلس المجلس اللي اصلي هيجي نغص عليا. طب اتنغص عليا ليه؟ طب ما انا من الاول. طب انت يعني بتقولي مش شايف الصوره قاتمه؟ لا. طب باني ده على ايه يا دكتور؟ انا هقول لك بني على الكفاءات اللي موجوده والكفاءات اللي رجعت نادي الزمالك، اللي هي تقدر تستطيع انها تبقى في المراكز التنفيذيه، تبقى في اللجان، تبقى في الاستشارات، لان نادي الزمالك محتاج كل الناس. انا بقول اعضاء الجمعيه العموميه اللي في نادي الزمالك يا جماعه ثروه بشريه في التخصصات. يعني حاجه اقول لسيادتك، فاكر انت في وقت كده المجلس اللي فات دخل كام صحفي كعضويه؟ دخل اعداء شكلها ايه؟ كتير. انا ما استفدتش منها ليه؟ سيادتك عضو مثلا في النادي وغيرك رغم الانتماءات، انما انا بقول لك انت عندي عضو اخدك بقى تعالى سيادتك في الاعلام والصحافه اعداد انا عارف انها اعداد كبيره. طب ما دي ثروه ليه؟ مهندسين، قضاء، محامين، شرطه، محامين، اي حد مزبوط. دخل انا ده ثروه بشريه، اطباء، يعني في كل النادي زاخر بكل المهن بالظبط، استفاد بكل الناس اللي موجوده فين؟ جوه النادي، اعضاء الجمعيه العموميه. فانت شايف ان الزمالك فيه قوه بشريه تستطيع العمل بالظبط وتضيف لصالح النادي. طب وتضيف. مش قلقاك الازمه الماليه الكبيره دي؟ لا مش قلقان الازمه الماليه، لو احنا استخدمنا العقل في الفتره اللي جايه. وعلى فكره انا الكلام ده قلته لكل الناس اللي بتنزل اللي نازله الانتخابات. طب ايه هو العقل؟ نمره واحد، مصرفش قرش في غير مكان. يعني زي ايه؟ ايه ممكن تصرف يعني في غير مكان؟ يعني مثل ممكن تصرف في غير مكان؟ هقول لسيادتك بس، يعني انا النهارده في ناس بتقول لك ايه السيراميك، وعاوزين نغير بدل السيراميك مش عارف اعمل ايه، ده مش أجل. مش ضروريه، مش دلوقتي، ما مش عارف الحمامات ايه يعني ممكن تبقى ده في حسبانك بس مش دلوقتي، الاهم ثم الاقل اصرف عليه وهكذا. الاهم اللي هو لازم دلوقتي يخلص، لا اصرف عليه. حاجه مثلا هديك مثل وقلت لهم فرقه الكوره، انا عندي فرقه الكوره النهارده فيها مشاكل ماليه، وفي نفس الوقت اللي عمال يقول لك عاوزين نجيب لعيبه وعاوزين مش عارف ايه ونغير المدرب واغير مش عارف مين واعمل ايه. لا انا جاي دلوقتي اللي في الزمالك يا جماعه ثلاث حاجات، استقرار اداري واستقرار فني واستقرار نفسي. والاستقرار النفسي ده يا استاذ محمد اكثر بكثير من اي حاجه تانية. ليه؟ لما انت ترتاح نفسيا هتديني كل اللي عندك حتى لو انا مقصر معاك في الناحيه الماليه. تمام، ده اللي واضح على فرقه الكره دلوقتي. الناس مش واخده بالها الروح دي جت منين، روح الفرقه دي في الفتره الاخيره دي جت منين. ده استقرار نفسي، ده انا ببقى في الملعب ومش عارف اللي في المقصوره هيعمل فيا ايه. انما النهارده لا، انا في الملعب واللي في المقصوره مش هيعمل لي حاجه. ليه؟ الجهاز الفني. حاجه اقول النهارده، طب الجهاز الفني وسيريو، والله انا شايف ان الفرقه كل يوم بتتغير بالراجل ده،
يبقى انا اخلي ايه؟ اقول له انت لاخر السنه معايا، حتى لو الجن عمل انت معايا لاخر السنه. عاوز تغير في اسمه ايه ده، في قول معايا التليفون، ما قفلتش التليفون للاسف الشديد. انت قلت لي قفلت. يلا معلش يمكن بيقول لي عشان اسوريو، فاسوريو النهارده هتيجي تقول لي امشيه هتدفع له ايه؟ هتدفع له بقى البونص بتاعه ومش عارف ايه طبعا، والعقد بيبقى فيه شروط جزاء ومش عارف ايه شروط جزائيه، ممكن تدفع له السنه كلها وكل الكلام. وفي نفس الوقت اللي هيجي عقبال ما ياخد وقته الموسم خلص. طب انا اقول لاسوريو احنا معاك واقفين واللي انت عايزه اعمله، بدليل ان النهارده بلاقي الفرقه كل يوم بتتغير. ما اسمعش بقى الكلام اصله ما لعبش فلان، اصله شال فلان، لا. واديك مثل، المسلوسي ده كان فين من قبل كده؟ النهارده فين؟ من افضل اللعيبه اللي موجود. عواد فين النهارده؟ موجود يعني لعبه. انا بتكلم حسام يعني ظهر مجموعه من اللعيبه برضو الراجل. ما انا بقول عندك سيد نيمار، حاتم سكر، حاتم سكر، حاتم سكر، عندك مصطفى شلبي، عندك الجزيري، يعني بتكلم زيزو، فتوح، كل الكلام ده انا لعيبه كبيره برضه احل مشاكلهم. يقوم يعملوا ايه؟ اللي بيديني 10% هيديني 200%. انت بتعدد لي ان النادي فيه نجوم. ده النادي فيه وفيه في الناشئين. انت لو تاخد بالك سيف جعفر مشي، اسامة نبيه، يوسف اسامة، يوسف اسامة مشي، اسامة فيصل، مروان حمدي، اللي في دول كلهم من ايه؟ في حمدي علاء اللي هو بتاع نص الملعب. انا بقى بقول ايه؟ لو انت في احمد عيد الباك رايت بتاع المنتخب الاولمبي اللي راح المصري ماشي. انا كل اللي كان عندك ذخيره من انا عشان كده بقول لك تمسك. طب انا مدي ناس اعاره، اجيب الاعارات. عندي عمر كمال عبد الواحد، لا عمر كمال عبد الواحد مش كده، ده في فيوتشر في ده اصلا الزمالك، كان ماضي للزمالك بس ما كملش. انا بقصد يعني ما اروحش ادور بقى، مش انما انت النهارده تيجي تقول لي والله انا محتاج راس حربه، اقوم اجيب راس حربه على اعلى مستوى افريقي، ما جيبش وادور في مصر هنا والكلام من. المهم ان انا في الاخر بقول ايه؟ حل. يبقى هنا بصرف. طب انت مع 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 رفع القيد؟ لان في ظهرت نغمه كده يقول لك احنا ممكن ما نرفعش القيد. لا انا مع رفع القيد من غير ما كبل النادي فلوس اوفر، يعني اذا كانت الفلوس دي هتاثر عليا انا اصل كده كده هدفع الفلوس وفي فوائد يعني ولا ايه؟ مظبوط. فاللي اقدر اعمله اعمله، انما مش معناه ان انا ارفع القيد عشان اروح اجيب لعيبه. لا واذا جبت اجيب اللي انا محتاجه مكان اثنين ثلاثه دور على الكنز اللي لكن عندي. فكره 14 لاعب زي زمان و13 لاعب احنا بنقول اهو. انا عندي فرقه ان شاء الله رب اقول ان السنه دي سنه انتقاليه، يبقى اذا لازم اعمل ايه؟ اخلي الفرقه دي تقف على رجليها. وده اللي عملناه سنه 96 لما عملنا فرقه كسبت كل، خدناها خطوه خطوه فين لغايه ما وصلت 2000. كان عنده كان في حسام حسن وبرد عمل ايه؟ اكتسح ايه؟ عبد الحميد ووليد عبد اللطيف والدوماني وعبد العليم علي بالظبط، وطارق السيد وطارق السيد ومدحت عبد الهادي، ده كل ده فرقه كانت كبيره جدا. على فكره انا كنت وقتها رئيس لجنه التعاقدات. كل دول يعني الحمد لله رب العالمين. بس ما عملتش ده كده بس في القدم، لا وفي السله وفي الطايره وفي اليد. هتجيب الفتره دي هتلاقينا احنا المستولين واحنا على قمه الالعاب المختلفه وبما فيهم تنس الطاوله كمان. انا بقصد بالفكر والعقل، مش عاوزين بقى يقول لك ايه انا محتاج 500,000 جنيه، 500 قصدي مليون، مليون 500. طب انا هجيب منين 500؟ تيجي بقى في الشق الثاني الاجتماعي. انا طبعا بقول هذا الكلام كمثل كرة القدم، وعشان كده انا بقول نصرف في المكان المظبوط، وانا استثمر كرة القدم وقطاع كرة القدم على اعلى مستوى ممكن. انت عندك المدارس اللي هي الفرق قطاع المدارس ده، ده مفروض ده ثروة يجيب لك مش على مستوى النادي وعلى مستوى المحافظات المدارس دي، بس يبقى في ناس بتدير هذا الكلام. لازم تجيب لجنة كورة محترمة جدا من الافاضل اللي موجودين في نادي الزمالك وهم كسرة.
محمود سعد، حسن شحاتة، فاروق جعفر، يعني كل الناس تزق قطاع كرة القدم للأمام. مع بقى شركة الكرة والحاجات دي حاجات هتاخد وقت، إنما أنا بتكلم عشان تعدي الأزمة المالية اللي هنا. وتحط في اعتبارك برضو حاجة في الأزمة المالية، أحط أساس في إعادة هيكلة العمالة والموظفين في نادي الزمالك بمواصفات معينة، اللي ينطبق عليه المواصفات يبقاش فيه تضخم في العمالة والفلوس. ليه؟ لما بظبط الأمور هقدر أدفع المرتبات على الأشياء اللي خاصة بإيه؟ بالعاملين اللي عندي، بدل ما يجي شهر واروح لمؤاخذة يعني اروح اخبط على حد عشان يديني عشان ادفع المرتبات او ادفع اللعيبة. نفس الكلام اللي بقوله على بقية الفرق. اما اجي ابص النهاردة الاقي واحد بياخد في فرقة من الفرق الصلاة 10 مليون مثلا، واحد تاني بياخد له مليون، وبعدين الدنيا تمشي ازاي؟ لا، لازم. واهم حاجة الاعتماد على ناشئي نادي الزمالك، أبنائه هم اللي هيحسوا بيه وهم اللي هيدافعوا عن الفانيلا اللي هي مش موجودة النهاردة. النهاردة كل واحد من اللعيبة اللي موجودة بتدافع عن كيانه الشخصي، ازاي يزود مرتبه بلعبه، انما مش يزود بطولات نادي الزمالك. انا يعني ده المجمل. الحتة اللي انت بتقولي عليها هتعمل ايه في النواحي المالية؟ وانت مش انا اللي انا ملاحظه ان حضرتك شايف الصوره مش قاتمه. لا 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 لا, لا. وهل في فتره زمنيه سريعه يقدر النادي يعود؟ انا يعني اذا بتكلم في الحاجات اللي انا بقول لسيادتك عليها دي، اعتقد انها تبقى سنه انتقاليه اللي هي السنه دي، يعني على الموسم اللي جاي تقدر بقى تعيد حساباتك في تدعيم الفرق كلها ازاي وتعمل ايه. وبعدين نفسي برضو لما نجيب لاعب اجنبي في الالعاب المختلفة، ان ما كانش هيكسبني بطولات ما جيبوش، لازم يليق بنادي الزمالك. ما انا بقول اهو، يعني ما كانش لاعب الاجنبي هيبقى لائق بنادي الزمالك اللي بيشارك بالزبط في كل البطولات الدولية والافريقية والعالمية. وعلى فكرة من هنا بحي مصر كابتن مرعي، بيلعب اهو بقاله موسم في الباسكت واكتر بدون ايه؟ بدون اجنبي. واللي اكتر كمان ان احسن لعيبه عنده مشي زي انس، مشي راح الاتحاد السكندري. فالنهارده اللي عمله مرعي يحسب لنادي الزمالك ويحسب لابنه اللي هو احمد مرعي كمدير فني لنادي الزمالك. ليه ما يبقاش في كل القطاعات بالشكل ده؟ واحنا عندنا كفاءات، وفي كفاءه كمان مسكت في الطايره اسمه احمد عاشور، وكسب السنه اللي فاتت دوري وكاس. والبنات في الطايره، انا بتكلم على الطايره، كسبت نفس الكلام. يبقى انا ادعم اللي موجود وادعم الاجهزه الفنيه بحيث ان احنا نحافظ على ما هو موجود، وفي الوقت ده بوفر فلوس، بوفر عمله صعبه. والزمالك لغايه سنتين ثلاثه اربعه كان بيكسب بطولاته بدون اجانب في الالعاب الجماعيه وبدون الكلام ده. كل الكلام ده ما انا بقول لازم يبقى في نظام. والنظام ايه؟ زي ما انا بقول، اول حاجة استقرار الاجهزة الفنية. ما روحش اجيب مدرب وبعد شهر امشيه، وبعد شهرين اجيب واحد تاني وبعد 3 شهور امشيه، ما ينفعش. طب حتى انا لما جيت، انا لسه ما عرفتش اسم الاستاذ محمد شبان. انا مدرب عارف شكلك انما مش عارف اركب الاسم، وتلاقيني خدت بعضه ومشيه وجبنا واحد تاني اللي هو ما لحقش يعرف الاسماء حتى قبل ما يسلم عليك يكون ماشي. فانا بقصد الاستقرار يا جماعه، وانا حاسس ان احنا ماشيين في الطريق الصح باذن الله. ليه؟ على فكره من هنا برضو بشكر عماد البنان على مجهوده الكبير في الفتره القليله. هو لقى اتهامات في الاول واتقال كذا واتقال كذا، انه عبر بالنادي في الفتره القليله دي. فانا من هنا بشكره وبقول احنا اعضاء الجمعيه العموميه كان هدوءه مطلوب، يعني مطلوب هدوءه في الفتره تمام. دي هو كان هادي جدا واحتوائه للمشاكل. ما انت بعد كده ما لقيتش ولا مشكله، في حصلت ولا مشكله. النهارده الانتخابات بقى لها كام يوم،
مفيش مشكله ظهرت في الانتخابات. هو بيحاول ان هي تخرج بره الامان بالشكل كمان القانوني السليم بالاصول بالشكل القانوني، والناس كمان تبقى مرتاحه في الانتخابات ودخول النادي وخروج من النادي. انا شايف عامل بلان كامل ما شاء الله يعني. انا بتكلم الناس تخش من سبع ابواب مفيش مشاكل مفيش صوت وخناقات مفيش. فده نجاح، وعشان كده انا بقول لازم احنا اعضاء الجمعيه العموميه احنا اللي نكرمهم مش مجلس الاداره، للجنه اللي بتدير، للجنه اللي بتدير. اشار برضو عماد البناني واحمد فؤاد الوطن وايمن شعراوي، احنا اعضاء الجمعيه العموميه دول الثلاثه اللي بيديروا. الحاجه الثانيه ابتدينا نلاقي رموز الزمالك بييجوا ورواد الزمالك بيرجعوا. لازم احنا نتمسك. شفت ناس ما كنتش بتشوفها بقالك سنين؟ لا انا واحد من الناس ما دخلتش النادي يمكن 10 سنين ولا حاجه او اكتر، وكل شفت ناس بقى دلوقتي بعد غياب طويل. الفخر لنا ورمزنا وكبير العائله الزملكاويه الاستاذ فهمي عمر ده قيمه وقامه. في ناس كتيره موجوده حتى ما ظهرتش لغايه دلوقتي، فانا بقول دول لازم يتكرموا ودايما نجتمع معاهم ونسمع رايهم عشان خاطر نطور من نادي الزمالك. هل الجمعيه العموميه دلوقتي واحنا بقالنا الوقت تقريبا 24 ساعه الانتخابات، احنا دخلنا خلاص في الخميس الساعه دلوقتي 1:30 تمام، فاحنا احنا بكره زي دلوقتي الانتخابات بعد 3-4 ساعات يعني مظبوط، فاحنا خلاص دخلنا في الامطار الاخيره. حضرتك بتقول بتروح النادي على طول دلوقتي؟ يوميا وبتتواجد ساعات طويله معايا مجموعات كبيره وساعات طويله بتتواجد. ايوه هل اعضاء كتير من النادي. وبعدين ما عشان كده اسال سيادتك، هل حضرتك من القعدات الكتير والوقت الطويل والكمان انت راح بشوق فانت عايز تروح كل ركن في النادي بشوق عندك شوق كبير فعايز تمشي في النادي وتشوف كل ركن تاني في النادي وتقعد في كل ترابيزه فين؟ انا عارف احساسك ده. طب هل حاسس ان الجمعيه المره دي هتختار فعلا بعقلها وبما هو فيه صالح نادي الزمالك، ولا برضو العاطفه ممكن تؤثر؟ لان دي مهمه جدا يعني ممكن يبقى الدكتور اسماعيل احسن مني بس الناس تختارني لان انا ممكن قريب من فلان شويه فيختارني، مع ان الدكتور اسماعيل ممكن يكون اصلح او مفيد اكتر او بيحب النادي اكتر او عنده استعداد يضيف للنادي اكتر. انا هقول لك ممكن نوصل ل60% دلوقتي وده نسبه مش وحشه يعني معقوله لا 60%. وبقول لك ليه 60%؟ لان الزمن الفتره الانتخابيه اللي حصلت قصيره يعني من استقاله المجلس لميعاد اوكي انت كان الافضل كان فتره انتقاليه كبيره لديسمبر يناير مثلا فبراير، يعني اللجنه دي تاخد مثلا 6 شهور لغايه فبراير مثلا وفي الوقت ده. وعلى فكره الوزير كان من صلاحياته انه يمد لغايه فبراير. انا بقول وجهه نظر، خد بالك الانتخابات اللي فاتت اتعملت في فبراير الاخيره بتاعت 22 لانه اضيف وهي طول عمرها كانت في الوقت ده تمام. لا هو القانون لغايه نهايه نوفمبر بس اضيف 3 شهور من حق الوزير يمدهم، فكان ممكن تقعد لديسمبر. انا بقول ليه بس ما جرى خلاص ان اللي بيعرض نفسه عايز وقت عشان الناس تتعرف عليه. بس احنا كنا فين وبقينا فين؟ ما احنا من الحمد لله كنت تعرف مش تدخل ورقه تقعد على الترابيزه تتكلم ده بيقولوا لي انه لا هو اهم حاجه ان انا جالي حديده دلوقتي لا ده في مرشحين بيقولوا لي ان كان حتى انك تجيب ترابيزه تحطها جنب ترابيزه ممنوعه هو يعني لو انت قاعد 6-8 انا ما حضرتش الفتره دي لان يعني ما اقدرش اقبل على نفسي ما كان يحدث داخل نادي الزمالك. لكن دلوقتي الاعضاء بقت تخش وتقعد مع المرشحين بيخشوا بيقعدوا ويسلموا عليك ويسلموا على غيري. المرشحين بقت تقعد مع ما كل ما كنتش الناس. تقدر تروح تسلم على واحد بتسلم عليه ازاي؟ مجرد سلام حتى يعني انت رموز النادي اتبهدلت على الباب بوابه النادي وهي داخله اكثر من رمز وده لم يحدث في تاريخ النادي. انا عاوز اقول على حاجه فهمي بيه عمر، واحد بيقول لي يعني داخل النادي ده زمان السنين اللي فاتت يعني يعني من فتره قبل في المجلس القديم، فهو داخل على الباب اللي هو اللي فات اصل القديم ده ممكن الناس تتصور من 20 سنه لا اللي هو المجلس الاخير اللي استقال يعني ده بيقول له يعني داخل على الباب. فطبعا انت عارف اللي على الباب لا يعرف اسماعيل ولا ابراهيم ولا غيره، لازم تطلع له الكارنيه. فبيقول لهم انا فهمي عمر، فقالوا له مين فهمي عمر يا فندم؟
راح واخد بالظهر واخد هوب تيرن وراح راجع مروح. طبعا طبعا يعني ما هو نتيجة ايه برضو؟ لا تعليق يعني. نتيجة انك انت بتعمم، مش مفروض ان يجي واحد قديم يبقى واقف عارف مين اللي جاي ومين اللي مش جاي. لو ما كنتش ترفع الكارنيه يقول لك والله اصل بيصوروني وهيعمل لي مشكلة ما هياش كده. انت عاوز فعلا تحافظ على الدخول، كل شيء باصول مظبوط وكل شيء بوضعه، وفي رموز وقامات وفي الاخر دول هي اصلا الهويه كانت اتغيرت والحمد لله انها بتعيد نفسها تاني. انما حضرتك شايف انه درجه احساس الجماعه العموميه بالاختيار السليم حوالي 60%. والساعات الاخيره دي ممكن ترتفع. يعني انما هو زي ما بقول، بس في حاجه كويسه الاعلام قام بدور كويس في ايه؟ في اظهار كل انا استضفت كل المرشحين تقريبا، فبقى في عنده فرصه ان بيعلن عن نفسه والناس بتتفرج عليه. انا كل الناس يا جماعه عشان حضرتك برضه تبقى عارف الجمهور، احنا اتكلمنا كل المرشحين بلا استثناء. انا بقول في اي تي سي اللي ما جاش تعرف ان هو اللي اعتذر، مع انه في ناس اعتذرت زي قائمه الكابتن حسين لبيب، مع انهم كانوا معايا هنا في الانتخابات اللي فاتت. يعني هم كانوا كابتن احمد سليمان مخاض الانتخابات اللي فاتت، وكان برضو كان قاعد مكان سيادتك في الكرسي ده، الاستاذ هاني شكري كان معايا قاعد مكان سيادتك، كابتن حسين لبيب كان قاعد معايا. يعني هم نفسهم الانتخابات اللي فاتت او في مواقف اخرى تواجدوا، لكن في هذه الانتخابات رفضوا. نحترم في الاخر طبعًا كل وجهات النظر، انما احنا انا استضفت تقريبا بمناسبه الاعلام اللي سيادتك بتتكلم 100%. انا بتفرج 90-95% من كل المرشحين بلا استثناء، وبنفس المساحه وبنفس الـ 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 الرغبه في الكلام وببرامجهم برؤاهم بحياد جدا عشان الجماعه تختار وتشوف مزبوط. الشخصيه كمان انا برضو من هنا بحيي قناه الزمالك انها فتحت بابها، وده حاجه كانت يعني حاجه حلوه طبعا، فتحت بابها لكل الناس، وده شيء وبالعيلة قام بمجهود محمد ابو العيلة قام بمجهود ما طبعا انا بقول مزبوط. يحسب لها طبعا. قنوات الاخرى ما شاء الله غطت بنفس الطريقه طبعا، وده ما كانش موجود قبل كده. الحاجه الثانيه نادي الزمالك نادي كبير برضه، انتخاباته تهم قطاع عريض من الجماهير 100%، بس محبينه في كل مكان صعبه يعني اتنقلنا، بس الاعلام قام بدور في انه الناس تشوف المرشحين بالظبط. الحاجه الثانيه برضه من هنا يعني عاوز احيي واحد زي احمد سليمان اللي كان نازل على الرئاسه وبعدين نزل في العضويه دلوقتي، فده انكار ذات. في برضه اعضاء كويسين جدا نازلين زي هاني بيرزي، ده هيضيف لنادي الزمالك وانا بقولها لهم، وواحد زي عمرو ادهم ما شاء الله برضو، واحد زي هاني شكري، واحد زي مروة امير الرفاعي طبعا، هشام يكن طبعا، حسيني حسين سمير، حسيني الحسيني سمير، حسيني سمير طبعا، مصطفى عبد الخالق برضو. مصطفى عبد الخالق يا جماعه ادى دور كبير جدا 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 في اللي احنا وصلنا اليه النهارده، فلا ننسى ده غير رؤيته هو للنادي. يعني ده رؤيته دي كراجل من زمان مصطفى من زمان عنده رؤيه وازاي يخير ويغير ويغير كراجل متخصص كمان في شغله في الفنون الجميله والتنظيم والمقر الجديد بتاع اكتوبر ورسوماته واعاده تاني داخل النادي الاستفاده من مساحات معينه، وهو قاعد عندي اداني تصور الحقيقه كان رائع لا جدا. لا ما انا بقول لك يعني ده شخصي، يعني عنده نهاو يعني، عشان كده انا بقول لك في العضويه في ناس كتيره ما شاء الله عليهم، انا مش عاوز انسى حد، قلت اسماء كتير كويسه بصراحة. بس انا بتكلم يعني، وده بحيادي يعني الدكتور اسماعيل ما قالش 5-6 بس، عشان قال لي انت قلت حوالي 10-12. لا في يعني وفي محمد طارق، في مش عارف سامح سوني يعني، سامح سوني ده شخصيه، في هشام نصر ابراهيم، هشام لا ده تحت السن، ما انا بتكلم بشكل عام يعني، وفي خالد منتصر الزيات، وفي احمد هاني زاده، وفي نيره، وفي نيره الاحمر طبعا، انا بقول في اسماء عظيمه كويسه جدا بصراحه، الكوادر اللي يعني في كوادر اهو اللي احنا لازم ننميها. يعني اي حد من دول ينجح انت هتبقى مبسوط مبسوط، ولازم احنا نحتضنه ونقف معاه، كلهم شخصيات محترمه يعني، كلهم هيشتغلوا مع بعض ونتعلم والناس دي برضو عندك في الرئاسه برضو، انا قلت الاستاذ عمر هريدي
والسيدة الفاضلة ميرفت سيد أحمد. ميرفت سيد أحمد يعني برضو كانت معانا. أنا بقول بعرض الناس إنما ليا وجهة نظر معينة بعلنها، لأن أنا مش مع ده ضد ده، مش معنى إن أنا بقول حسين. بس الروح كويسة دكتور سعيد جدا يعني أي حد هيشتغل مع أي حد. أنا جاي النهاردة مفيش حاجة في النادي غير حب، والناس دي رايحة وده جاي وده. كنت الأول تلاقي الترابيزة دي تولع في الترابيزة دي. طب ليه؟ لا هو تيجي تسلم يجي حد يجري منك. لا ما شاء الله النهاردة الأربع. أنت بتروح الساعة كام بقى؟ بتقعد أنا الساعة يوميا كم؟ من الساعة 7 تقعد بقى لغاية بالليل. تمشي الساعة 12 واحدة طف النور ونمشي. بس أنا كان ليا فكرة معينة وعشان كده بقول أنا رحت النادي متأخر برضو، يعني مش أول ما حصل الاستقالة رحت، لا قعدت حوالي، كان جوايا غصة جوايا شيء كده منعني إن أنا أروح لغاية ما تغلبت عليه، وبعد 10 أيام رحت وبقيت أروح يوميا. فأنا كنت بقعد يوميا بقول إيه، لابد أن يكون هناك رأي داخل الجمعية العمومية تؤثر في العملية الانتخابية، بحيث إن أنا قاعد معايا 20 واحد، ال20 دول كفاءات، منهم مثلا الأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة، منهم الأستاذ سيد حنفي، منهم أسامة دكتور أسامة، والعاطف حسب الله رئيس نادي ستة بتاع ده حدائق المهندسين. يعني مجموعة الواحد بيحب يقعد معاهم. كان برضو موجود الأستاذ علي السيسي، موجود الأستاذ علي بركة، موجود الأستاذ عمرو الدرديري، موجود ده النهاردة يعني وانتم موجودين كل يوم. فأنا بقول لك دول قاعدين ودول قاعدين ودول بيسلموا على دول، وحاجة حلوة. النهاردة مثلا مدحت الأسيوطي برضو من علامات. جميل مدحت. جميل جدا. وتقعد معاه وزملكاوي ايه؟ تتبسط يعني. فظيع زملكاوي فظيع. فين ده؟ احنا ما كناش بنقعد. ومدحت من الناس برضو المترفعة اللي ما بيحبش يظهر في حاجة، ولو طلبت منه يساعد هيساعد. ما انا بقول لسيادتك ده، انا بقول لك على الحاجات الحلوة الجميلة. يعني النهاردة مثلا مفروض نكرم الناس اللي هي اخر 10 سنين كبار النادي. المرحوم أبيل شخصية الله يرحمه طبعا، شخصية عالمية طبعا يعني. توفى من كام يوم اللواء أبيل يعني. النهاردة مثلا ولاد حسن بي عامر طبعا، طارق عامر وأمين طبعاً. عامر طبعاً. يعني طبعاً. الدكتور محمد عامر طبعا، أنا اللواء حنف رياض ربنا يديهم طبعا، أنا بقول الأستاذ فاروق هريدي، الأستاذ فهمي عمر. أنا بتكلم ليه؟ لازم نظهر الكنوز اللي عندنا. دكتور كمال درويش دكتور كمال درويش يعني انا مش بتكلم، لابد ان الناس دي. دكتور اسماعيل سليم يعني انت بتذكرش نفسك دايما، بس انا يعني تعني من الرموز الكبيره يعني. والله عاوز اقول لك على حاجه، انا لما كنت نائب الرئيس الحمد لله رب العالمين عملت حاجات كتيره في النادي، بس كنت اعمل ايه؟ مثلا بنلعب بطوله وكسبنا البطولة وأنا في المقصورة، تخيل أول ما نكسب البطولة أقول الحمد لله واخد بعضي واروح بيتنا، ما لا بروح النادي ولا عاوز سكسيه ولا بنزل اتصور تحت. أوكي. يعني انت مزبوط. لو جبت كل البطولات اللي كسبناها مش هتلاقيني ولا في صورة. وهم كانوا انت خلاص أديت دورك وتسيب الناس تفرح وانت خلاص. ما هو دورك انك ايه؟ تفرح الناس. تصلي ركعتين شكر ربنا وخلاص. بالظبط. ما تعمل عمل كبير. لما عملنا الحفلة في قاعة المؤتمرات والدنيا قامت علينا، ده كان واللي يقولك هنعمل زيها ولا تقدر تعمل زيها. يعني الواحد قام بهذا الدور من اجل نادي الزمالك. لما دي كانت حفلة ايه دي يا دكتور؟ اللي بتاعت فاكر إيه؟ انت حفلة اللي هي 96 اوكي، ما كسبنا بطولة افريقيا. افريقيا اوكي. عملنا حفلة دعيت فيها في قاعة المؤتمرات كل رموز النادي وكل رموز النادي والمشير وكل الناس دي. وبعدين جبنا مين؟ جورج وصوف وهاني شاكر وحكيم ومش عارف. بنحتفل بالبطولة والتلفزيون ذاع البطولة يقول لك الحفلة إيه؟ وعملت وصرفت ودخلونا النيابة الأمر العامة واللي طب اعملوا زينا ولا ربع اللي تعملوه زينا. ما عملتوش حاجة. يعني انتوا بتتكلموا، انا عايز فعل مش عاوز كلام. انت جاي تقول والله
ايه ده اللي انتوا عملتوه؟ عارف بعديها 96 انا بص دي 96 اللي هو البادجي ده الدبوس ده وتوزع على كل ده ايه بقى ده خاص بالنادي بطوله نهائي افريقيا سنه 96 12/12/96 في الاستاد ده دوري ابطال افريقيا اللي كسبناه بضربات الجزاء اوكي لما نزل نادر السيد في اخر دقيقه صد بينالتي باين هو كان هيصد ضربات الجزاء وطلع حسين السيد في الماتش ده اللي كان الماتش 1-0 وبعدين هم جابوا جول واحنا جبنا الجول الثاني ايمن منصور مظبوط مصطفى نجم لا مصطفى طارق مصطفى رفع الكوره وراح حاططها فلقينا 2-1 ضربات جزاء لان كنا هناك 2-1 بقى خسرانين 2-1 وكسبنا بضربات الجزاء اللي عملناه ده انت عارف لما تكسب بطوله افريقيا معناها ان انت دخلت للنادي ايه جماهيريه وفلوس ودعايه وعلى مستوى العالمي وتاريخ وخدنا في السنين دي احسن نادي في العالم سنة 2001 2 حاجة زي كده فبراير 2002 تقريبا يعني انا بقصد كانت نتيجة الزحف اللي انت عملته 2001 مش فاكر لما انت عملت فرقة نادي الزمالك من غير شوشرة كنت بتزحف كده وتكبر في الفرقة وتكبر في الفرقة وانت قاعد في المقصورة في الاخر حاطط رجل على رجل وداخل فيك جول وبتقول هتكسب الماتش ولو تفتكر نهائي كاس مصر كان الاسماعيلي والزمالك والاسماعيلي جاب الجول الاولاني الزمالك كسب 3 الماتش ده بالظبط انت قاعد مش خايف لان عندك فرقه تحت اسود قويه فهو ده اللي انا بتكلم عليه احنا عاوزين في صلابه في التعامل بحنيه الاب بحنيه انما قرار ودايما كنت انا بقول حاجه برضو يا استاذ محمد بالمجلس وغير المجلس واي حاجه لما تاخد قرار مش هتقدر تنفذه ما تاخدوش القرار تنفيذ مش ان انا اخد قرار على الورق اجي انفذ الحاجه الثانيه انت قلت حاجه برضو حلوه جدا برضو بقول يا جماعه نختلف على الطاوله انما القرار للاغلبيه بالعكس متى اتخذ القرار ده اختلاف الرؤى ده في الصالح لان ربما تلفت نظري لشيء ربما يكون لك راي اصوب مني وكل واحد بيقول رايه بسنداته يعني بمعلوماته هو باللي بيقول بادلته واللي في الاخر الراي السليم بيتاخد لكن كل المجلس بالظبط ايه هو ده راي بعد ما خد الاغلبيه وكلنا في العمل العام بنعمل كده في الاخر تعمل ايه انا اللي ضد القرار لازم ادافع مساند عن القرار طبعا لان خلاص طلع القرار ده هذه هي المجالس الصحيه ما واللي بتحب واللي بتحب المؤسسات بتاعتها انا هقول لك على حاجات ايام كرول والناس دي 99 تقريبا او 98 حاجه زي كده كنا ناخد قرارات وانا اقول لهم انا مش وافق على الكلام ده وبقول لكم الموضوع ده مش مظبوط يعني جم في كرول قالوا مش عارفين كرول عاوزين نعمل له سنتين انا رفضت وهم كلهم ازاي وكرول مش عارف ايه فروحت قايل ايه مين عايز كرول رحت انا رفع ايدي الاثنين انا اللي بسال نفسي قلت له هتمضوا معاه سنتين ما يمشيش قبل السنتين مش قادرين كده يبقى سنه واحده ونجدد اذا حبينا هم خدوا السنتين وبعدين جم مشوا قبل السنتين مزبوط. عشان خاطر ما كملش سنه متهيألي في اخر السنه وجايين مش عاوزين يدوا له كمان ايه مستحقاته يا جماعه ما ينفعش يعني او ما انا اقف عشان اجيب له مستحقات عارف تمر السنين وليا الناس كانوا في هولندا. وفاكر الموقف الراجل فاكر يسالوه في هولندا قال لهم ما فيش غير شخص واحد بس في مصر اسمه اسماعيل سليم الانسان الوحيد اللي بيلتزم اللي عند كلمته بتعهداته وده مش لشيء انا مش انا اللي جايب كرول بس لما جه انا اللي دافعت عن كرول طبعا اصبح عليك التزامات واتفاقات لازم أنا بقصد تقوم بيها ده مش انتصار لاسماعيل ده انتصار للزمالك
ان الزمالك صاحب كلمة، ان الزمالك له كذا وكذا. اقول لك على حاجات مش هتصدق. ما كنت ماسك لجنة التعاقدات في الزمالك، كان عندي في مكتبي قد كده عقود ممضية من لعيبة كبار ولعيبة في النادي الاهلي كمان، واسلام الشاطر كان من ضمن اللعيبة دي، وبقول له اذا المدير الفني قال اوكي هفعل الموضوع بتاع. جه بعد كده كرول مشي، ففي اللي بعد كرول قلت له اسلام الشاطر وكنت مخلص، قال لي لا مش عايز اسلام الشاطر. قلت له خلاص ده حق. فما جاش اسلام الشاطر، وراح جه بعد كده قال لي انت قلت لي كذا، قلت له اه، قال لي انا رايح لاسماعيل، قلت له اتفضل. كان لسه في الاولمبي اللي ماضي عليه، كان لسه في الاولمبي وقتها. لا كان فري من الاولمبي. اوكي. وكان عند انا ماضي عندي. اوكي. قلت له اتفضل وراح لاسماعيل. لما انا مشيت ما جتش بقى في 2001 وتالق مع اسماعيل الحقيقه. اسلام لعيب راح الزمالك عمل ايه؟ اسلام راح دفع فيه فلوس قد ايه وخده، وبعدين طلع السعوديه عارة جدة ورجع ورجع الاهلي. واسلام كان لعيب كبير بصراحه. لا انا بقصد لا ضرر ولا ضرار. وانت تبقى صاحب كلمه والناس لما تمضي لك تبقى مش خايفه. طب دكتور اسماعيل انا بقى لنا 5 دقايق اتفضل. بس عايز اسالك، الناس عندها احساس انه ممكن فعلا خلال من وجهه نظرك يعني سنه وشويه فرع اكتوبر ده يظهر ملامحه؟ نمره واحد، انا عاوز اشوف يعني طوبه بتتحط. ودايما يقول لك ايه، الميل يبدا بخطوه. انا مش عاوز اعيش احلام قد ما اعيش واقع. النهارده تيجي تقول لي هاخده جزء جزء، اوكي موافق. لا هعمل كذا، هجيبه بنظام البي او تي، هجيبه بنظام او حتى يبقى شغال جزء جزء. ده وارد، كل الانديه بتعمل كده. يعني الاهلي لما جه من التجمع الخامس ما عملش على المساحه كلها 100%، عمل جزء من المساحه واشتغل. المهم نصل التنفيذ. الشيخ زايد حتى الاهلي مش المساحه كلها. انا بقول التنفيذ هو ده ده ده, ده التارجت اللي لازم كل الناس تشتغل عليه. بس ان شاء الله تكون المساحه مش كبيره قوي. امتى؟ انا ان شاء الله يا رب 6 شهور واستطيع ان انقل الملاعب بتاعه قطاع الناشئين والكوره واللي واللي واللي. وعلى فكره لو ممكن ينقل الصاله المغطاه اللي في نادي الزمالك هناك ينقلوها لو يقدر تتفك، لان هي متركبه بحديد. فاهم. يعني انا بقول فكر انك ابتدي هتفك شويه من التكدس المساحات دي. ممكن جوه نادي الزمالك اللي هو في المهندسين تجيب مستثمر وتشوف منطقه معينه وان شاء الله يعمل فيها بقى زي ما كنا بنفكر زمان في سفنكس. يقدر ليه النهارده المساحه ما بقاش. تفكروا قبل كده في مول وفكرتوا في جراج، فكرتوا ليه ما عندكش افكار كتير اللي هو ملعب الكوره والمدرجات. خلاص يبقى لازم استفاد بالمساحات اللي موجوده. هل اقدر اعمل جراج تحت الارض النهارده مسموح؟ اقدر اعمل جراج؟ تقدر تعمل مول ولا لا؟ تقدر يعني تعمل انا بقصد استثمر الاسم الكبير ده. أوكي. واستثمر المساحات دي وانقل كل الرياضه في 6 اكتوبر، ويبقى عندي اتوبيسات بتنقل من هنا لهنا من 6 اكتوبر لنادي الزمالك وهكذا. يعني بس انا عاوز اطفي على كل ولادنا صغيرين اللمسه الزملكاويه، انهم يبقوا فعلا ولاد النادي الزملكاويه بصح. ده مهم جدا جدا. قول لي، هو شيكابالا كان طالع لما كنت حضرتك في اللي ماسك في النادي؟ شيكابالا اول واحد عمل له عقد في النادي الحمد لله رب العالمين. ده كان عنده 14 سنه. ياه. كان باين انه هيبقى لعيب جامد جدا. هو وميدو. هو كان شيكابالا جاي عنده كام سنه؟ شيكابالا جه النادي كان بينام في النادي. ايوه انا بقول لك اعمل له عقد وهو عنده 14 سنه، وجبت اخوه من اسوان جه مضى مكانه ولي امره. وميدو نفس الكلام، بس الحمد لله يعني مش هو عنده 16 سنه. ودي فرقت معاه بصراحه. فانا بقول لك الفرقه دي كان فيها 3-4 زي شيكابالا. فرقه 14 دي كانت احسن فرقه في مصر. كان ماسكها الله يرحمه الكابتن نبيل والكابتن احمد مصطفى، كانوا هما ماسكين. كابتن نبيل نصير. نبيل نصير الله يرحمهم طبعا. الفرقه دي
صفرناها عملت معسكر خارجي. انا كنت شايف ان انا اتبنى الفرقه دي انها تطلع مع السنين لفوق. فانا كنت ايه متبني الفرقه دي. وبعدين تبنيت معاها ايه المدربين، ان المدرب لازم يطلع بره ياخد كورسات بره. فكان كل سنه في عندنا حوالي 20 مدرب في كره القدم بيطلع رومانيا ياخد كورسات عشان يزود. ده البناء الحقيقي. فاكر الاسماء اللي كانت مع شيكابالا الاربعه؟ لا مش فاكر، بس كان في واحد اسمر واثنين بس ما شاء الله. شيكابالا يعرفهم كويس يعني. طبعا شيكابالا بس انا بتكلم كبير. طب احنا في مداخله دلوقتي مهمه، والاول مره في هذه القناه تدخل معانا. ما اعرفش انت بقى يعني اهلا وسهلا، سحرك ماله مثيل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. احنا هنختبر الدكتور اسماعيل. انا مش هقول الاسم بس هو حبيبي. اول مره صدق حبيبي. والله لم اكن اتوقع. وابو حبيبي وابو ابن حبيبي كل الحاجات الحلوه. طبعا معانا السيد والحاج مجدي العتال، احد يعني كبار الله اعضاء ورموز يعني نادي الزمالك. طبعا انا عاوز اقول لك على حاجه. انت اللي تتكلم عنه بقى. الحاج مجدي العتال له حاجات كتيره جدا 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 في نادي الزمالك، في ولا نادي يعلن ابدا. ربنا يخليك يا دكتور اسماعيل. لازم ياخد حقه الحاج مجدي. الحاج مجدي يا ما وقف مع نادي الزمالك مش مع الاشخاص. وانا فاكر له حادثه، كان في لاعب جاي وعاوز مقدم تعاقد. فكان لطيف الدوماني. الدوماني فكان مطلوب 20,000 جنيه. خد بالك سنه كام بقى؟ 98 اعتقد او 99 تقريبا في الحدود دي. 97 حاجه كده 98. على فكره بمناسبه الدوماني وكان احسن فرقه مصر. انا بشكر حلمي طولان الراجل البطل اللي كان وراء هذه الفرقه اللي اتكونت برضه. وهو كان ماسك المنتخب الاولمبي. الدوماني ووليد عبد اللطيف كل الناس دي. هو يعني ربنا يكرمه. فحصل ايه؟ ان عاوزين نديله الفلوس. كان في نفس التوقيت يعني. كان ليها توقيت سريع بسرعه يعني. ليه؟ كان النادي الاهلي دخل في الموضوع. انا اولا بمسع الدكتور اسماعيل وبمس عليك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا حاج مجدي منورنا. وبشكرك على المجهود اللي انت عملته في لنادي الزمالك وعلشان تبرز نجوم جديده في عالم الاداره وكل المرشحين. اذا كان من فوق السن او تحت السن، وهم دول اللي يهموني قوي. ان على اساس بنقول ان نادي الزمالك فيه كوادر، وفي طبعًا كوادر كويسه طبعًا وكوادر كانت مستخبيه. طبعا آن الأوان إنها تطلع، وتطلع للدنيا وتطلع للنور. وبشكر الدكتور إسماعيل سليم إن هو فعلا الراجل في النادي من ساعة ما اتفتح باب الترشيح، وبيقعد مع كل الناس وبإخلاص وبيقول له أنت كويس وأنت كويس وأنت اشتغل وأنت اشتغل على نفسك، لأن عايزين بيشجع الكوادر أيا كان مين اللي ربنا يكرمه يحالفه التوفيق أو 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 لم يحلف التوفيق، هيبقى له دور في حتة تانية وحاجات زي كده. لكن أنا بفتكر موقف للدكتور إسماعيل. الحقيقة يعني كان في سنة 98 لما جابوا رود كرول، لما جاب رود كرول يعني. تمام. بفتكر الموقف لأن كان الفرقة كان فيها كم لعيبة كانوا عدوا ال 35 سنة وال 36 سنة. وأنا كنت قاعد في التوقيت دوت، وكان الدكتور اسماعيل بيناقش المدير الفني، فقال له انا عندي خط الدفاع 250 سنه فما ينفعش. انا فاكر الجمله ده مجموع يعني. مجموع اعمارهم يعني. والله فاكر حاجات حلوه حقيقه يعني. لا فاكر فعلا. ده الدكتور اسماعيل كان بيقول انا عندي. انا بكلمك جد. فقال له طيب انا يعني لعيبة كبيرة وما اقدرش امشيها وما اقدرش يعني اقول لهم اعتزلوا. قالوا لا انا اعمل تمرين الصبح وتمرين بالليل. هم هيبطلوا لوحديهم. هتبص تلاقي كل اسبوع او 10 ايام جاي لك واحد يقول لك يا كابتن انا عايز اعمل ماتش اعتزال.
وفعلا بنى فرقه ده حصل، بنى فرقه ساعتها انا فاكرها، وطلع كل الفريق اللي تحت السن اللي كان اللي منهم حازم امام وعبد الواحد السيد ومحمد صبري ومعتمد جمال وطارق السعيد وطارق السعيد ومدحت عبد الهادي ومظبوط. ودي الفرقه اللي فضلت تكسب لما اضاف اليها في عصره بردك وعصر الدكتور كمال درويش حسام حسن وابراهيم حسن ومظبوط وتامر عبد الحميد ووليد عبد اللطيف والعندليب وعبد الحليم علي وحسام عبد المنعم من الشرقية للدخان الاثنين مظبوط. وعلى فكره يعني انا بفتكر تامر عبد الحميد ووليد صلاح الدين اللي جابهم الدكتور اسماعيل من نادي المنصوره وهو اللي قعد فيها اسبوع يخلص من غير ما حد يعلم، وكنت انا معاه بعلم بس لكن ما ساهمتش بحاجه فيهم الحقيقه يعني، لكن هو جابهم بمنتهى الصراحه. انت عندك ذاكره جامده يا حاج ماجد. وكان اسماعيل كنت تقعد جنب منه اما كان نائب مدير النادي، كان نائب رئيس النادي كنت تقعد جنب منه يعني 20 واحد قاعد جنب منه مش فاهم دماغه راح فين ولا بيتفق مع مين. الاعلاميين كلها كانت ما كانش برضه مسؤول سهل يعني. لا 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 لا, لا, لا. كان تعجبني دماغه، وكنت اتمنى ان 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 كان يبقى هو نائب رئيس النادي وهاني معاه عضو، واتمنى ان هو كان يبقى رئيس النادي وهاني يبقى معاه نائب رئيس النادي، لانه كان هيتعلم منه حاجات كتيره جدا، حاجات اداريه انا لمستها لان انا يعني يعتبر قريب من الدكتور اسماعيل سنا، بس هو كبير مقاما يعني. ربنا يكرمك يا حاج. فيعني كنت اتمنى كده، وبشكره على الكلام الحلو ربنا يبارك فيه. على هاني وهو قيمه، بندي كل واحد حقه. الدكتور اسماعيل قيمه وقامه، وبشكره وبقول له انت منور قناتك ومنور مع الاستاذ شبانه. الله يخليك. متشكر قوي قوي قوي. هو الدكتور اسماعيل خد بالك انا اعرفه برضو من سنين لا يعرف المجامله. يعني هو كان دايما حتى واحنا شباب صحفيين شباب كده كان جد ورايه يصر عليه وامام اي احد. يعني عمري ما شفته مخادع، عمري ما شفته بيجامل، عمري ما شفته. بس انا عاوز اقول حاجه للحاج مجدي. اتفضل. يوم ما جه كرول فعملنا اجتماع مجلس اداره. فالراجل سالنا سؤال. قال انتوا عايزين ايه؟ ده كرول. لسه جاي، مش انا اللي جايبه، هم اللي جايبينه. الاستاذ رؤوف جاسر على مش عارف هاني زاده على كده يعني. فالمهم كل واحد انت عاوزين بطوله، عاوزين كاس، عاوزين مش عارف ايه، عاوزين ايه. جه الكلام عندنا، قلت له عاوزين بالانجليزي نيو بلاد نيو تيم، عاوز دم جديد وفرقه جديده. وفعلا ابتدينا من هنا اللي هي الفرقه اللي جت وعملت كل البطولات بعد كده. بس لازم تبتدي صح، لان زي ما بقول لك الحاجه كانت الدنيا مش عاوزين الحاجات من هنا اتبنت الفرقه دي. من اللحظه دي الخطوه الاساسيه اتبنت وبعدين اتطورت. كل سنه كان في اضافات. تمام. كان في اضافات في حدود المراكز المحتاجه. انا متهيألي يا حاج مجدي لو كنت ذاكرت مش عارفاني الفرقه دي قعدت ل 2004 مكسره لغايه ما من 96 97 ل 2004 لغايه ما فرطوا فيها. مشوا عبد الحميد بسيوني برضه، انا اللي جايب عبد الحميد بسيوني، ومشوا عمرو فهيم لو تفتكر راحوا لاسماعيل. طبعا عمرو فهيم كان وراحوا ببلاش، كان سرد باك قوي. وجابوا هم جابوا الله يمسيه بالخير اللي كان سرد باك الاسماعيلي كان في جده ولا المهم انا عاوز اقول ايه، ابتدينا بالصغيرين. رضا سيكا تقصد؟ رضا سيكا لعيب كويس قوي رضا سيكا، بس كان متعور في الوقت ده. جبنا مين؟ طارق السيد، طارق السعيد، عبد الواحد السيد، اسمه ايه، عبد المنصف. تمام. وبعدين عبد الحليم، حسام عبد المنعم، مدحت كان موجود، الاباني لو تفتكر. طبعا. والاباني ده كان
كان ليبرو كان مش هتتخيل. ليبرو عظيم. كان ليبرو أسوان. اه مظبوط. بنتفرج بنلعب ماتش أسوان مع الزمالك آخر ماتش في الدوري. ومش في دماغكم وائل ده خالص. هما راح عامل حاجة في الماتش ده. رحت جايب الكابتن أبو رجيلة قلت له الراجل ده أنتم شايفينه؟ قال مين؟ قلت له وائل الأبان. قال إيه في؟ قلت له إزاي؟ ده لازم نجيبه. الله يرحمك يا ابراهيم يوسف. قلت له تاخد الطياره وتروح اسوان تخلص لي الموضوع ده وائل الاباني ده وتجيبه لي. راح اسوان قال لهم هندفع 80,000. اسوان قالوا له لا او مش عارف ايه. هو قال ما هو مش هيدفع يا دكتور ندفع اكتر من 80. قلت له عايزين كام؟ قال لي عايزين 100. قلت له هنديهم 100 وديناهم 100. كنت كلم الحاج مجدي بعت لك الشنطه السود. ما فال 20 فال 20 الفرق. المهم يا استاذ جمال. ايوه يا استاذ جمال قعد ساعتها ماسكها لي يجي شهر. يقول يا راجل ما بقى كانت زمان بقى العشرات الكبيره ومش عارف ايه. ايوه كان الجنيه قد كده. ايوه قد كف الايد. انا افتكر موقف على ما اعتقد في اواخر 99 او اول 2000 لما كنا رايحين نلعب شوتينج ستار في ياوندي. ايوه الدكتور اسماعيل وصراحه الباشمهندس ياسر ادريس كان فعال جدا في المجلس ده جدا وكان متفاهم مع الدكتور اسماعيل جدا وكانوا مشكلين ثنائي جامد قوي. الاثنين دول اصروا ان لازم الفرقه تسافر بطياره خاصه شرطه تودي الفرقه والبعثه وتجيبهم. ودي كانت اكبر بعثه اعلاميه سافرت في تاريخ مصر كلها. مظبوط مظبوط. لان فعلا خدنا طياره وكان المهندس ياسر ادريس عمل مجهود جامد جدا. كان ساعتها الدكتور اسماعيل نائب الرئيس كان متولي الموضوع ده ومتولي تنظيم الماتش ده. وحتى ربنا كرمنا هناك يعني وجينا بردك جايبين الكاس. وكان هو بصراحه الجماجدي برضو ياسر ادريس كان وقتها تحت السن. كان تحت السن وبعدين بقى كان اكتف السن. جدا يعني كان نشيط. كان اكتف قوي ونشيط. كان نشيط جدا جدا جدا. انت عارف ان ياسر معايا في الاهرام. كان معانا في الاهرام. هو ما شاء الله انت عارف انه معانا في طبعا. هو دلوقتي رئيس اتحاد وحقق نجاحات ضخمه جدا. ما شاء الله ارقام قياسيه. رئيس اتحاد السباحه يعني. المحترمه الناس المجتهده. لا شاطر جدا جدا صراحه وراجل اكتف جدا. اللي بتعرف تخدم ناديها او تخدم موقعها اللي هو فيه بالامانه. ولذلك عامل طفره في اتحاد السباحه بصراحه بالامانه. لسه كسبانين بطوله عالم اهو 50 متر. أيوة. يعني انجاز ضخم. عامل طفره. يعني هو اشتغل الشغل اللي اكتسبه من نادي الزمالك. يعني المهندس ياسر ادريس بصراحة. اكتسب خبره من نادي الزمالك. مظبوط. بوجوده تحت السن وفوق السن اكتسب خبره لذلك نفذها في اتحاد السباحه. مظبوط. فلذلك عمل طفره جامده جدا جدا. مظبوط. بحييه وبتمنى ان اشوف الباشمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. برافو. بتمنى برافو. إن شاء الله. وبتمنى اشوفه عضو اللجنه الاولمبيه الدوليه إن شاء لان عايزين الكوادر الزمالكويه دي تتحط في المناصب المهمه لان ده تاريخ الزمالك. الزمالك كبير والزمالك عظيم بابنائه ولعبته وجمهوره ويعني في حاجات كتيره قوي. بس اللي انا يعني مقصود من المداخله دي انا بشكر الدكتور اسماعيل وبفكره ما انا بقول له ده الحاج مجدي عمره ما عملها معانا دي اول مره. بفكره بتاريخ جميل عشناه سوا وبشكره قوي واستاذنكم بقى عشان انا كان زماني نايم بقالي ساعه. نورتنا يا حاج مجدي واسعدتنا بهذه المداخله طبعا مع رمز كبير في نادي الزمالك الدكتور اسماعيل سليم اللي طول عمره مترفع عن اي شيء. يعني يذكر لك كل الناس ولا يذكر اسمه ابدا. الحمد لله رب العالمين. وعلى فكره بنتمنى من الله بكره موضوع حسام المندوي ده يتحل يعني لان برضو حسام من الشخصيات الكويسه. نتمنى طبعا بس هو قضائيا يعني لا انا بقصد تمني يعني مش بنقول ان شاء الله. هو طبعا شخصيه محترمه وشخصيه احنا كلنا ورا اللي ينجح. لكن اقصد يا دكتور لو هو يعني هيؤثر على
صحة العملية الانتخابية فلازم الناس. لا هو انا في وجهة نظري هيأثر على القائمة لان هو قوة انتخابية لا يستهان بيها. عموما يعني بنتمنى طبعا التوفيق للجميع. بالزبط. حابب تقول كلمة اخيرة للجمعية العمومية قبل ما نختم؟ انا بقول الجمعية العمومية، مش عاوز اقول الزمالك وبس، الجمعية العمومية بتمثل شيء كبير جدا وخاصة لجماهير نادي الزمالك، وكل ما الجمعية العمومية تدقق في الاختيار الاحسن جماهير نادي الزمالك بتفرح، وكل ما نفرحها نفرحها بالبطولات، والبطولات مش هتيجي الا مع ناس بتفكر وتخطط وتنفذ، بتحب النادي بجد لنادي الزمالك وليس للاشخاص. وعلى فكرة الاشخاص زائلين، كلنا ماشيين الا الزمالك. لا يعني ويكونوا بيحبوا النادي. ما انا بقول يعني انت شفت بتحكي لي مواقف، بتقول لي كسبنا افريقيا، انت بتقول لي كده احنا كسبنا افريقيا، خدت بعضي ورحت البيت وسبت الناس تفرح وترفعت. انك بتتكلم على نادي الزمالك، ما تتكلمش على شخص ان انت تروح تاخد بقى الضوء وتمسك الحديده. مش هتصدق بقى حصل ايه. اللي ماسك الحديده ده عمل فينا ايه؟ بلاغات في نيابه الاموال العامه. عارف قال ايه؟ الجبنة علبة شوكولاتة، أنا لا جبت ولا شفت، بس كل حاجة كان أقول لك إسماعيل. فجابوا علبة شوكولاتة في نادي الزمالك، والجمهور جوه النادي واللعيبة ومحتفلين يعني. ومسكوا علبة الشوكولاتة ورموها من الفليرو لغاية دلوقتي. المشكلة فاكر أنا لا أعرف. قال لك إسماعيل سليم أهدرة ومش عارف إيه، تمن علبة الشوكولاتة مش عارف إيه. أنا بكلمك بجد، شوف شوف التصور شكله ايه. طب ده 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 يعني فخر. انا بقول لك لما كسبنا كان الله يرحمه الجنزوري رئيس الوزراء وحضر الماتش، دكتور كمال الجنزوري، وحضر الماتش هو. قال لي بقول لك ايه، عاملين ايه مع الحكام؟ قلت له كله تمام يا فندم. يعني الراجل فاهم الدنيا ايه. قال لي مش عايز حد يزعل ولا حد يضايق هنا. وكان يومها جايبين الاتحاد الافريقي بكل هيئته عشان هيعملوا اجتماع الاتحاد الافريقي هنا في مصر، مكتب تنفيذي او حاجه، كله جايين. وعملنا احتفال وعملنا وزعنا شربات ووزعنا مش عارف ايه وايه وايه، والمباراه جت في الاخر وخنقتنا، بس ربنا من عنده. ضربات جزاء يعني، دي لا حكام ولا غير حكام. لا لا لا, لا, لا انا بقول لك يعني طبعا. ما شاء الله. وبعدين بتخلق كوادر وبتخلق ناس تشتغل وناس تشارك، لان البطولة دي لما اتنظمت في ناس كتير في نادي الزمالك طبعًا. دخلت في الجهاز التنفيذي طبعًا. لنجاح هذه البطولة طبعًا. فكل يوم بتكسب كادر جديد طبعًا. انا نفسي الايام اللي جاية دي ان شاء الله. وبعدين في الاعلام والمجلة عايزة نظرة كبيرة جدا جدا، الزمالك انا بقصد مجلة الزمالك وقناة الزمالك والموقع محتاجة ناس بتتكلم عن الزمالك وبس، مش على الأشخاص. تمام. ودي فرصة كبيرة جدا جدا من هنا، ان الناس اللي جاية انا عارف انها حاطة كل الاشياء دي. تمام. بس احنا مجرد بنذكرهم وبنقول لهم الزمالك للجميع. تمام. والزمالك بتاعنا كلنا بيت العيلة. في اخر حاجة عاوز اقولها، دايما كنت بقولها، الزمالك هو الحب الحقيقي. تمام. واشكرك دكتور اسماعيل، انا استمتعت بهذا اللقاء. لا استمتعت بيك. والله واستعدنا يعني وانت جبت ذكريات حلوه قوي. ذكريات جميله، وكعادتك روحك دايما متفائله الحمد رغم لله. ان بعض الناس يعني عندها قلق من مستقبل الزمالك. طول ما في امل انت طمنتهم ان شاء الله واسعدتهم. انا بقول ان شاء الله ونتمنى ان الجمال وما تختار فعلا مجلس بيحب النادي، وربنا يولي من يصلح يا باذن رب. الله يا ويكون رب. مجلس قادر على اعاده النادي لطبيعته كقلعه مهمه وكبيره ومحترمه وقادره على المواجهه طوال الوقت. وان شاء الله، بس بقول اللي لم يوفق ده بد ان يشارك. النادي طبعًا. مسؤولياته كبيره طبعًا. ومحتاجين لا كل الـ الناس. الـ المشاعر العدوانيه بتاعه الفتره اللي فاتت دي يا رب لا ترجع تاني بقى خلاص كفاية. يعني انا بحكم استوعبنا الدرس. لا وبحكم ان انا استضفت كل المرشحين، انا شايف ان يعني كل الناس روحها حلوه. لا ده اللي احنا عايزينه. وكل الناس بتقول نفس الجمله دي،
يا ربنا يعني يكرمني ان حتى ما اكرمنيش في الانتخابات انا في ظهر انا في ظهر المجلس اللي هيبقى موجود بإذن الله. هذه الجمله سمعتها تقريبا من كل المرشحين. لا والله انا الحمد لله انا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، وعلى الله اكون الناس اللي بتشاهدنا والاعضاء الجمعيه العموميه والزملكاويه يكونوا فعلا حاسين بجوايا كراجل زملكاوي. انا لا انا عايز حاجه ولا عايز شيء، وبدليل وليك رؤيتك وليك تاريخك وليك ان انا ما دخلتش الانتخابات بنترك بس نادينا بيتنا. بس ليك خبراتك يا دكتور وعارف الصح في النادي ايه وعارف مستقبل النادي ازاي يعود لطبيعته. والله السعاده لا يعني مش عاوز اقول لك سعاده الواحد وهو جوه ناديه ملهاش تقدر حدود بتمن. لا تقدر حدود. بتمن لا تقدر بتمن، وهو ده الحب الحقيقي. طبعا اسعدتنا يا دكتور اسماعيل. الله يخليك يا وانا راك دايما على خير. ده انا اللي شاكر جدا أنا اللي جدا بشكر يعني. حضرتك شكرا جزيلا. طبعا دكتور اسماعيل سليم رمز كبير داخل نادي الزمالك، اسعدنا في هذه الحلقه بهذا الحديث الشيق. بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء اذا كان لنا عمر مشيئه الله حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.